صباح الخير والجمال والأمل على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح دريم. النهاردة الأربعاء 18 مايو 2016 9 صباحا بتوقيت القاهرة. يوم سعيد على الجميع إن شاء الله. النهاردة وبعد فقرتنا الإخبارية مباشرة وزي ما نوهنا امبارح على صفحتنا على فيسبوك وعلى مدار اليوم على قناة دريم، إن احنا هنركز على حاجة مهمة جدا الحقيقة بيرتفع معاها معدل الأمل عند الشباب، خصوصا الناس اللي لسه بيدوروا على فرص عمل في تدريب تأهيل دخول سوق العمل. امبارح أعلن اتحاد الصناعات المصرية عن توفير 1000 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، هنتكلم عنها النهاردة، وكمان هنتكلم عن فرص التدريب والتأهيل بتوفرها وزارة الصناعة والتجارة للشباب والسيدات، وإيه هي الفرص دي، إزاي نقدر نستفيد منها، نعرف تفاصيلها إزاي، ونعرف إزاي إحنا مؤهلين ولا مش مؤهلين، الحاجات دي موجودة لمين، الشروط اللي موجودة للالتحاق بهذه فرص العمل أو هذه الوظائف، مع ضيفنا اللي هيكون منورنا في الاستوديو مهندس محمود الشربيني مدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي بوزارة الصناعة. والحقيقة النهاردة هيختص زي ما انتم عارفين برنامجنا بأخبار سارة جدا للشباب والبنات، تابعونا. وطبعا مستنية كل استفسارات حضراتكم أو لو عندكم أي مقترح أو أي شكوى أو أي حاجة في هذا الموضوع، ياريت تكلمونا على أرقام تليفوناتنا اللي قدام حضراتكم على الشاشة، SMS على 911 72، وكمان على صفحتنا على فيسبوك صباح دريم. مرة تانية بصبح عليكم، واستنونا بعد الفاصل وأخبارنا المحلية. نبدأ أخبارنا المحلية النهاردة من جريدة المصري اليوم. وعباس وحماس يرحبان بتصريحات السيسي عن المصالحة الفلسطينية. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس أمس الثلاثاء بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن عباس ترحيبه بجهود ومواقف السيسي وباستعداده لبذل الجهود من أجل تحقيق السلام العادل وأيضا إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. رحبت حركة حماس أيضا في بيان صحفي أمس الثلاثاء بالتصريحات المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدة جاهزيتها للتعاطي مع كل الجهود لإنجاز هذه المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية. وأعربت الحركة أيضا عن أملها أن تؤدي هذه التصريحات لإعادة الدافعية لتحقيق المصالحة الفلسطينية. نعرف تفاصيل أكتر، ويعني أكيد هناك حول هذه التصريحات يعني أشياء كثيرة. معانا على الهاتف السفير جمال الشبكي سفير فلسطين بالقاهرة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك شايف التصريحات إزاي التي صدرت أمس عن عباس وأيضا حركة حماس بترحبهم بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ تفضل يا فندم. يعني أولا القيادة الفلسطينية وعلى رأس الرئيس الفلسطيني رحب بالمبادرة المصرية، خصوصا أن الرئيس الفلسطيني كان في زيارة قبل أسبوع في القاهرة والتقى مع أخيه فخامة الرئيس السيسي وتناول البحث كل هذه القضايا بما فيها الجمود في عملية السلام وأيضا موضوع رأب الصدع الفلسطيني ووصولنا إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية المنشودة والمطلوبة في هذه المرحلة. فجاءت هذه المبادرة أنا برأيي لتصب في مصلحة الحاجة الفلسطينية وأيضا الحاجة الإقليمية لحل بشكل عام للقضية الفلسطينية بشكل عام. فالفلسطينيين جميعا رحبوا بهذه المبادرة، وأنا برأيي لا يمكن أن نصل إلى حل ورائب الصدع الفلسطيني دون دور رئيسي ومحوري لمصر، لأنه في السابق مصر راح تمام الآن بالدور المصري نأمل أن نصل إلى هذه الوحدة الوطنية. طيب سيادة السفير، يعني التصريحات يعني كانت زي ما حضرتك قلت مفعمة بالأمل والحقيقة مبشرة بالخير، المجهودات من الجانب الفلسطيني حضرتك شايفها المفروض تكون إزاي لتحقيق هذا الاستقرار؟ يعني هناك اتفاقية تم توقيعها في 2011 وأعيد التأكيد عليها في 2014 برعاية مصرية. حتى الآن هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق، وأنا برأيي أن هناك
مبدئين أساسيين إذا ما تم الاتفاق عليهما فلسطينيا برعاية مصرية سنصل إلى حل قريب. أولا مطروح خلال المباحثات الأخيرة حتى في الدوحة هو موضوع حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل، وهذه الحكومة تشرف على الانتخابات خلال فترة زمنية محددة، وبالتالي نصل إلى إنهاء الانقسام عبر انتخابات تشريعية ورئاسية يختار الشعب الفلسطيني من يرى مناسبا لقيادة المرحلة القادمة، وبالتالي نطوي صفحة الخلاف. بدون ذلك أنا برأيي لن نصل إلى أي حل، خصوصا أن هناك وجهة نظر لحماس التي هي جزء من حركة الإخوان المسلمين لديها وجهة نظر في كل القضايا، وهناك وجهة نظر للسلطة التي هي جزء من المجتمع الدولي تناضل من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية وفق القوانين والشرعيات الدولية. تمام، يعني يجب أن تطرح للشارع الفلسطيني لانتخابات قادمة سريعة تشرف عليها الجامعة العربية، تشرف عليها مصر من أجل طي صفحة الخلاف. يعني حضرتك شايف ان يعني مش فاصل الجهود، جهود الجانب الفلسطيني عن جهود الجانب العربي بشكل عام ومصر طبعا بشكل خاص. بالتأكيد نحن جزء من هذه الأمة. مصر هي الآن تقود القمة العربية، مصر في مجلس الأمن هي تقود مجلس الأمن في هذه المرحلة، وبالتالي القرار في القاهرة سواء في الحكومة المصرية أو في الجامعة العربية برأيي هو قرار متطابق كبير جدا. لذلك نحن نريد دور أكثر لمصر ودور أكثر للجامعة العربية في رأب الصدع الفلسطيني، وذلك كما قلت أنا عبر حكومة وحدة وطنية وعبر إشراف انتخابات نزيهة كما حصل في الماضي. نحن أجرينا مرتان انتخابات سياسية وكانت الجميع يشيد بنزاهتها وشفافيتها. نحن نريد العودة إلى الشعب الفلسطيني وإجراء انتخابات دون أن نغرق في تفاصيل بصراحة لا تستطيع الحكومة الحالية من القيام بها وحلها. تمام، يعني بنتمنى يعني سرعة رأب هذا الصدع. سيادة السفير بشكرك شكرا جزيلا، السفير جمال الشبكي سفير فلسطين بالقاهرة، سنتابع أكيد يعني كل ما هو جديد بهذا الشأن. نرجع لأخبارنا مرة تانية مشاهدينا من الأهرام، اللجنة العامة بالنواب توافق على مد حالة الطوارئ في سيناء وتنتهي من تشكيل لجنة القيم. وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب على مد حالة الطوارئ بشمال سيناء، وذلك خلال أول اجتماعاتها بعد اكتمال تشكيلها برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس وعضوية وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وأيضا ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات، هذا بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة الذين قام مكتب المجلس بترشيحهم. كما ناقشت اللجنة العامة أسماء المرشحين لعضوية لجنة القيم، وتمت الموافقة الحقيقة على أسماء الأعضاء، وقد اشترطت اللائحة أن تكون لجنة القيم من 15 عضو برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 عضو نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو ائتلاف الحائز على الأكثرية في مقاعد مجلس النواب. معنا على الهاتف للتعليق على هذا الخبر النائب دكتور حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء. صباح الخير يا فندم. اهلا، صباح الخير، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. حضرتك يعني كيف ترى هذا الخبر؟ عايزين شرح الخبر الذي صدر في جريدة الأهرام هذا الصباح بخصوص مد حالة الطوارئ في سيناء يا فندم. هو طبعا احنا تم دعوتنا لحضور الجلسة العامة بالأمس وحضرنا ووضحنا وجهة نظرنا فيما يخص إعلان حالة الطوارئ وبرضه حظر التجوال في شمال سيناء اللي هي ايه فندم؟ نعم اي فندم كمل سمعت نظر الأحداث اللي موجودة واللي هي معلنة من سنة ونص. وضحنا وجهة نظرنا بأن احنا لا نتعارض مع إعلان حالة الطوارئ في مواجهة الإرهاب، ولكن في لنا تحفظات كثيرة على الممارسة على الأرض من بعض الإجراءات الأمنية المتخذة اللي ضيقت على حياة المواطنين في شمال سيناء، ومنها غلق الكوبري والزحمة على المعديات من خروج من وإلى سيناء والكمائن كمين ميدان وكمين الريسة والاحتجاز لفترات طويلة بدواعي التحريات والمشاكل الموجودة في الحياة اليومية من مشكلة مياه
وغاز وكهرباء وكلها نتيجة لبعض الإجراءات الأمنية المتخذة. وتركنا اللجنة العامة مناقشة الموضوع، ولكن كان هناك وعد بأنه يتم تصعيد كل هذه المشاكل وكتابتها في التقرير وتوصيلها إلى المسؤولين، ووعد شخصي من السيد رئيس المجلس أنه يتم التواصل مع المسؤولين للقضاء على هذه المشاكل قبل شهر رمضان. طيب حضرتك بتقول يعني كان هناك تحفظات على موضوع مادة حالة الطوارئ لأن في مشاكل في الزحام زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي، هل قدمتم بعد هذا الاعتراض، لأن حضرتك بتقول أنت مش معترض على مادة حالة الطوارئ، بس هل قدمتم حل مثلا أو يعني مقترح معين بحيث أن يعني نوصل لحل وسط بهذا الشأن، يعني يكون في مادة حالة الطوارئ ولكن بشكل معين لا يتعارض مع مصلحة المواطن؟ هو وحتى في بيان السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ على ألا تتعارض مع الحريات العامة للمواطنين. أي فندم، بس أنا لو هاخد حاجة زي كده فهتكلم بعد كده في وضع أمني غير مستقر إلى حد ما، فهنا هتيجي نقطة الخلاف بقى. هي نقطة الخلاف على حوالين هل الإجراء الأمني ده هدف في حد ذاته ولا وسيلة لتحقيق هدف. هو من المؤكد ان هو وسيله. فاحنا بنطالب بمراجعه كل الاجراءات الامنيه، الاجراء الامني المفيد في مواجهه الارهاب نستمر فيه، اما اذا كان ما حققش الهدف منه زي حظر التجوال، يعني احنا كان لينا وجهه نظر ان حظر التجوال ده بيستفاد منه في الطرف الاخر، يعني بيتم زرع العبوات في فتره حظر التجوال. وهناك منطقة زي رفح والشيخ زويد عانت كثير جدا لأن حظر التجوال لساعات طويلة وغلق كمين الريفة والتضييق على المواطنين من خلال التفتيش بالطرق التقليدية. يعني احنا طالبين مثلا وسائل تفتيش حديثة بحيث انه يتم مرور الناس من على الكمين بسرعة، واحنا مش ضد اي اجراء امني يتخذ لمواجهة الارهاب، لان الارهاب ده بيمثل خطر على ابناء سيناء وانا ضحايا الارهاب من ابناء سيناء، اخرهم حتى الساعه 12 امبارح بالليل تم اغتيال احد المواطنين في امام منزله واصابه اخر، وقبلها بيوم تم برضه استشهاد احد المواطنين بقذيفه واطلقت قذيفه مجهوله. الكلام ده كله احنا طالبين مراجعته وطالبين ان احنا حسن معاملة ابناء سيناء على الكمائن، نطبق اعلان حالة الطوارئ على ابناء سيناء على سوية، وسوء المعاملة من البعض نتيجة لبعض وسائل الاعلام اللي بتحاول تشويه ابناء سيناء وادانتهم مصموم بالارهاب، احنا بنقول لا، احنا ابناء سيناء شركاء مع الجيش والشرطة في مواجهة الارهاب، وأن الشهداء من المدنيين والجيش والشرطة قدموا كل التضحيات في مواجهة هذا الإرهاب الأسود اللي ما بيفرقش ما بين رجل أمن أو مواطن. إحنا مع أي إجراء يكون في صالح المواطن وصالح الدولة في القضاء على الإرهاب، لكن لابد من مراجعة كل الإجراءات الأمنية المتخذة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا على هذا التوضيح وهذه المداخلة النائب الدكتور حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء. ونرجع لأخبارنا مرة تانية من الوطن العجاتي، التظاهر من أفضل قوانين العالم وتيران والصنافير تصل البرلمان خلال 10 أيام. قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن اتفاقية ترسيم الحدود والتي بموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية سيتم إرسالها خلال 10 أيام على الأقل إلى مجلس النواب. أضاف العجاتي أيضا في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة للبرلمان أن سبب تأخر الحكومة في إرسال الاتفاقية حتى الآن هو إعدادها ملفا بالوثائق والخرائط حول الجزيرتين وحول قانون التظاهر المطبق في مصر. وذكر وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أنه من أفضل قوانين العالم. نروح لجريدة الشروق ووزير التموين مهرجان أسعار وعروض سعرية بالمجمعات الاستهلاكية خلال رمضان.
قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة سوف تبدأ في عمل مهرجان أسعار وعروض سعرية لكافة السلع الغذائية والرمضانية من يميش ومكسرات خلال شهر رمضان، وذلك بهدف توفير كافة احتياجات الأسر المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة. أشار حنفي أيضا في تصريحات له إلى أن مهرجان الأسعار سيتضمن اللحوم بسعر يبدأ من 37 جنيه للمجمد و50 جنيه للطازج، والدجاج بسعر 20 جنيه، والأسماك بسعر بيبتدي من 7 جنيه، والأرز بسعر 4 جنيه ونص، والسكر ب5 جنيه، والزيوت بتبتدي من 8 جنيه و75 قرش. في كمان تخفيضات كبيرة جدا في أسعار الخضر والبقوليات والفاكهة. نروح لليوم السابع، وجهاز التنسيق الحضاري يحصل على صفة التبطية القضائية. أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قراراً بمنح جهاز التنسيق الحضاري صفة الضبطية قضائية التي تمكنه من تحرير المحاضر للتعديات على المنشآت المعمارية ذات الطابع المتميز ورفعها إلى جهات التنفيذ لإزالة كافة التعديات، كما تمكنه أيضاً من مراعاة الطابع المعماري المتميز لمدن وشوارع مصر وتمنحه حق تحرير المخالفات لمن يخالف بنود قانون التنسيق الحضاري. وقال المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري أن هذه الخطوة تعد خطوة كبيرة ومهمة جدا للحفاظ على منشآت مصر ذات الطابع المعماري المتميز، وتؤكد أن هناك روحا جديدة في الدولة المصرية تتجه للمحافظة على إرثنا الحضاري. نروح للمصري اليوم، والصحة تناقش آليات تنفيذ قرار زيادة أسعار الأدوية، والزيادة تشمل 5000 صنف. شكلت وزارة الصحة غرفة متابعة بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أمس الثلاثاء لوضع آليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء برفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيه بقيمة 20%. قال مسؤول بالغرفة إن الأدوية التي يشملها القرار الجديد يتراوح عددها من 4 لـ5 أصناف دوائية، بما يعادل نصف الأدوية المتداولة بالسوق الدوائي، وقيمة الزيادة بتتراوح من 2 إلى 6 جنيهات. وأيضا مشيرا إلى أن القرار نفذ من الأمس، يعني من يوم الثلاث، هما 5000 صنف على من 4000 5000 صنف، وبيشمل جميع الأدوية الموجودة بالصيدليات. اعتبر أحمد العزبي رئيس الغرفة القرار مسكنا حكوميا لوقف معاناة صناعة الدواء مؤقتا مش دائما. نروح بقى لآخر خبر معانا في أخبارنا المحلية النهاردة من موقع فيتو وشيخ الأزهر جماعات التطرف والإرهاب بتسعى لتشويه الإسلام. أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الإسلام لم يكن يوما دعوة للعنف ولا الإرهاب، ولكن دين الإنسانية والأمن والسلام، مشيرا إلى أنه ما كان يجول بخاطر المسلمين يوما أن يضطروا للتجول في الأفاق دفاعا عن دينهم وكشف عن جوهره وحقيقته. وأضاف الطيب خلال كلمته التي وجهها إلى شعوب القارة الإفريقية من العاصمة النيجيرية أن جماعات التطرف والإرهاب بتسعى بإصرار واضح لتشويه الإسلام عالميا وتصويره على أنه دين عنف ودماء وتوحش، مطالبا بالبحث عن المستفيد من هذا العبث ممن يقفون وراء الجرائم النكراء ويمدونها بالمال حينا وبالسلاح والعتاد والتخطيط حينا آخر. تعالوا بقى نعرف تفاصيل اكتر، معانا على الهاتف دكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. طبعا يا فندم التصريح عن شيخ الازهر امبارح مهم جدا، يعني في مجهودات كبيره جدا من الازهر الحقيقه، لا او اعتقد ان هم يعني لا يقل مجهودا عن الحرب اللي بتحصل ضد الاسلام، بس يا فندم هل هناك جديد في هذا، خاصه ان الجانب الاخر او الجانب الارهابي عندهم وسائل تكنولوجيه عاليه جدا وحديثه جدا، الجديد ايه يا فندم عند حضراتكم في هذا الموضوع للتصدي للارهاب؟ اتفضل يا فندم. هو طبعا الازهر الان يتصدى للارهاب بكافه الوسائل بما فيها الوسائل الالكترونيه، فلدينا مرصد عالمي لرصد كل ما تبثه الجماعات المتطرفه والجماعات الارهابيه وبخاصه تنظيم داعش الارهابي وتفنيده والرد عليه بتسع لغات يعمل على مدار الساعه من قدر الشيخ الازهر الان. تمام. الامر الاخر انه المجابهه على الارض حسب نوع المشكلة الموجودة، ومعروف أن نيجيريا يعني معقل لبوكو حرام، وهذا النوع من التطرف الفكري من نوع آخر، وهو نوع
الانكماش وتحريم كل ما هو وافد من الغرب وكل ما هو حديث، وهذا خطر شديد على الأمم الإسلامية والعربية وعلى الأجيال المقبلة. فهم يحرمون حتى نظم التعليم الحديثة لكونها تطبق في بلاد الغرب. فهذا النوع من الشطط الفكري والانكماش والعودة إلى العصور السحيقة حتى لم تكن في بداية الإسلام هو خطر لا يقل عن خطر تبني أفكار إرهابية تحث على العنف والتخريب. فالأزهر يعمل على مجابهة كل هذه الأفكار وكل هذه التنوعات، وفي قلب الميدان والساحات التي تنتشر فيها هذه الآراء. فشيخ الأزهر يواجه بوكو حرام وما تتبناه وغيرها من جماعات في معاقلها في نيجيريا. طيب، بوكو حرام او غيرها يا فندم، زي يعني ما صدر التصريح في موقع فيتو عن شيخ الازهر، او احنا عارفين ده يعني حتى من غير اي نوع من انواع التصريحات ان هي مموله من الغرب اللي هم بيحرموا كل حاجه جايه منه. اذا انا هنا بعمل يعني عايزه اعزل كل من يتم استقطابه بطريقه ان يعني بطريقه يعني الحقيقه صعبة جدا، وهي الجهل، ان انا بستغل الجهل بمنع التعليم تماما، سواء التعليم ده جاي من عندهم او من اي حتة تانية، بس انا بمنع التعليم. في فقر، في حاجات كتيرة جدا بتخلي الناس خصوصا الشباب او الناس اللي لسه في مرحلة عمرية صغيرة تقول طب ما ده كده الطريق ده اسهل لي، انا المفروض اعمل ايه؟ من هي الجهات التي من المفترض ان تتعاون لمحاربة يعني هذا المرض الصعب؟ أعتقد أن مؤسسة الأزهر يعلم الجميع أنها مؤسسة واضحة، وأنها لا تسلك طرق المواربة أو يعني التصريح بشيء أو فعل شيء يخالف ما تصرح به. نحن طوال الوقت نقول أنه معظم أو كل المصائب التي تصيبنا في مجتمعنا هي صناعة وافدة، وهي أسلحة فكرية بعد أن فشل الأعداء التاريخيون للعرب من استعمار بلادي عسكريا، لجأوا إلى هذه الأسلحة الفكرية باستخدام يعني من لهم مشكلات مع حكوماتهم ومجتمعاتهم كأدوات على الأرض، ولكن التخطيط يتم من هذه القوى التي أبدا لا تنسى عدائها التاريخي للعرب والمسلمين. تمام، ونحن نقول هذا طوال الوقت، ويعني لا يهمنا شيء ولا نتردد عن الإفصاح به، لأننا لا نسلك الطرق الدبلوماسية ولا السياسية، وإنما ننطلق من منطلقات دينية وشرعية. بالضبط، أنا كنت أعني كمان يا فندم، هل هناك مؤسسات معينة في الدولة يجب أن تتعاون مع مؤسسة الأزهر، يعني الإعلام مثلا، وزارة الثقافة، المؤسسات الكبيرة سواء حكومية أو غير حكومية، هل يجب يعني كيف يجب أن تتعامل مع مؤسسة الأزهر؟ لأن دي الموضوع ده يا فندم أمن قومي، وأيضا يعني فعلا كان تصريح شيخ الأزهر اللي هو ما كانش يقول بخاطر المسلمين أصلا، أن هم في يوم من الأيام يقفوا يقولوا لا إحنا ديننا مش دين عنف. هذا هو ما نقوله، أنه الأزهر دائما يقول أنه مسألة المجابهة والتحدي ليست بطريق واحد أو بوسيلة واحدة، وأنه تستطيع جميع المؤسسات أن تجابه وأن تشارك الأزهر وتعمل دون تعارض ودون حدوث مشكلات. الإعلام له طريقه، والثقافة لها طريقها، الفن له طريقه، كل هذا يستطيع، والتربية والتعليم طبعا مجال التعليم. هذه الأمور في غاية الأهمية، ويمكن كلها أن تتكاتف ليعمل كل في مجاله دون تغول على الآخر ودون تقصير جهود الآخر ودون تضليل للرأي العام بحقيقة. وأعتقد أنه هو ما يكونش طلب، يعني هو واجب وطني الحقيقة يا فندم. هو أصبحت الآن ضرورة حتمية. بالضبط، ضرورة حتمية، ولا يمكن لمجتمعنا ولا لمستقبل أبنائنا وأحفادنا أن يستقر إلا إذا يعني أفقنا وسريعا، لأن الوقت في غاية الخطورة ويمر يعني مرورا سريعا بعكس مصالح الشعوب. طبعا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم دكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف. ومشاهدينا، ده كان آخر خبر معنا في أخبارنا المحلية. بعد الفاصل الأخبار العالمية، خليكم معنا. نبدأ
أخبارنا العالمية من جارديان، وتركيا تحتجز لاجئين تم إعادتهم من اليونان منذ 3 أسابيع. قالت صحيفة جارديان البريطانية أن الوفد الأول من السوريين الذين تم إعادتهم إلى تركيا في إطار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تم احتجازهم في مخيم بعيد عن مدار 3 أسابيع دون منحهم حق الاستعانة بالمحامين، الأمر الذي يعكس مزيد من الشكوك حيال مزاعم الاتحاد بأنه يتم إرسال اللاجئين إلى دولة ثالثة آمنة. أضافت الصحيفة أيضاً صحيفة جارديان أنهم مع توقع طرد المئات في الأسابيع المقبلة بنفس الطريقة، والحقيقة حذر العائدون من أنهم يواجهون اعتقال تعسفي وظروف معيشية صعبة جداً، مشيرة إلى أن هذا يقود من شرعية الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي يتم بموجبه إعادة اللاجئين الذين يأتون من الجزر اليونانية إلى تركيا على افتراض أنهم يستطيعون العيش دون قيود عند وصولهم. ومن CNN أنجلينا جولي تعلن رفضها اقتراح ترامب منع المسلمين من دخول أمريكا. رفضت أنجلينا جولي نجمة هوليوود ومبعوث الأمم المتحدة للاجئين اقتراح المرشح الجمهوري المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بشأن منع المسلمين من دخول أمريكا. ووفقا لشبكة CNN الإخبارية، عندما سئلت أنجلينا جولي عن اعتقادها بشأن موقف ترامب من المسلمين ردت بأن أغمضت عينيها وهزت رأسها في تعبير عن عدم الموافقة، ثم قالت أنه بالنسبة لها بنيت أمريكا على الناس الذين جاءوا من شتى أنحاء العالم بيبحثوا عن الحريات ولا سيما حرية الدين، لذلك من الصعب أن نسمع مثل هذا المقترح الخاص بحظر دخول المسلمين لأمريكا من شخص يسعى لأن يكون رئيس أمريكا. من بي تي سبورت، محمد النني ينافس كوتينيو على لقب أفضل هدف في الدوري الأوروبي. أعلنت شبكة بي تي سبورت البريطانية عن أفضل 5 أهداف مرشحين لجائزة هدف الموسم في الدوري الأوروبي لهذا الموسم، حيث جاءت تسديدة النجم المصري محمد النني مع فريقه بوزل أمام فيورنتينا على رأس المرشحين بجانب هدف البرازيلي فيليب كوتينيو مع ليفربول في شباك مانشستر يونايتد. وجاءت قائمة أفضل 5 أهداف في الدوري الأوروبي على رأس هدف محمد النني مع بوزل. مشاهدينا ده كان آخر خبر معانا في أخبارنا العالمية وفي فقرتنا الإخبارية. قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية الأولى وتوفير 1000 فرصة عمل، هنشوف مع بعض التقرير عن انعقاد المؤتمر الدولي الخامس لأورام الجهاز الهضمي والمسالك البولية بهدف طرح علاج جديد لأورام المعدة بعد مرور 15 سنة ليمنح أملا جديدا للمصابين عوضا عن العلاج الكيميائي. تعالوا نشوف ونرجع لكم حالا وفقرتنا الرئيسية لهذه الحلقة، ابقوا معنا. نحب نقول لحضراتكم أن لأول مرة على الإطلاق من سنوات كثيرة يتم إدراج مصر في أكبر بحث علمي عن أورام الجهاز الهضمي، سيشترك فيه الكثير من المؤسسات العلمية في مصر ووزارة الصحة في مثلا في معهد ناصر وجامعة عين شمس والمعهد القومي للأورام. وأعتقد أن هذا الكلام سيدفع بالبحث العلمي في مصر لمرحلة أفضل مما كانت عليه. إحنا في المؤتمر الدولي الخامس لأورام الكبد والجهاز الهضمي بنجمع كل الأطباء والتخصصات اللي بتشارك في علاج المرضى دول، الكبد والجهاز الهضمي، أورام الكبد والجهاز الهضمي والمسالك البولية، علشان نعمل ما يسمى بخطط عمل، خطط عمل للعلاج ما فيهاش أي تضارب بين التخصصات، وكذلك بروتوكولات للكشف المبكر عن الأورام دي وبالتالي العلاج المبكر وزيادة نسب الشفاء. الناس ما تاخدش الانطباع ان السرطان يبقى مات اطلاقا نهائي. لو دخلت في التيمة اللي وراي مثلا أورام الجهاز الهضمي مثلا القولون ما بيموتش زي ما الناس فاكرة. التوعية الطيبة، معرفة أعراضه، أعمل منظار إزاي. في الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية عندها الوسائل، بس الناس تروح. يعني اللي يجيله دم مع البراز مثلا أو إسهال مدمم ياخد باله، وإيه المانع أنه يعمل منظار ببلاش، وإيه المانع أنه لو عنده تاريخ مرضي يعمل منظار ويطمئن، عشان ما تجيلناش الحالات، خاصة مش عايزين نظلم المريض أو الجمهور المصري. الحالات الأورام الجهاز الهضمي حالات فيها ازدواجية في العرض،
يعني ممكن يبقى مغص، ممكن يبقى دم، ممكن يمشي بواسير مثلا. لما بيبتدي المرض في الكبد او الورم لا نستطيع ان نفرق بينه وبين التليف، لانه بيعمل نفس اعراض التليف. حتى بعض الاشعاعات او الموجات فوق الصوتيه ما تقدرش تفرق بين وجود المرض اورام الكبد والتليف الا اذا الورم عدى 2 سنتي. طيب انا عايزاه اعرفه قبل كده، قبل ال 2 سنتي. ففي بعض الابحاث البيولوجيه بتحلل خلايا الكبد قبل ان يصيبها الورم، وتعرف صفاتها الاحماض الامينيه وصفاتها البروتينيه، وتقدر تجزم في وجود ورم لم يتعدى المليمتر. اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا وجمعات فقرتنا الرئيسيه لهذه الحلقه. زي ما نوهنا في البدايه النهارده هنتكلم على وجه الخصوص بتوفير 1000 فرصه عمل لذوي الاحتياجات الخاصه، وهنتكلم على تفاصيل الموضوع ده، واكيد هيكون هناك فرص عمل لناس كتير وخصوصا كمان من البنات والسيدات. الحقيقه زي ما في ناس كتير قوي بتتكلم كتير قوي ما بتعملش اي حاجه، في ناس بتشتغل في صمت، وده اللي هنعرفه النهارده. اللي هي يعني من ضمن الاماكن دي او المؤسسات التي تعمل في صمت مركز التدريب الصناعي التابع لوزاره الصناعه، اللي نجح من يوم ما انشئ سنه 2006 ولغايه سنه 2015 في تدريب اكتر من 600,000 شاب. السنه اللي فاتت كمان قدر ينجح في تنفيذ المشروع المصري الاماراتي اللي استهدف تدريب ما يقرب من 80,000 شاب وشابة. ونركز على كلمة تدريب دي، لأن هي دي مشكلتنا على فكرة. يعني تدريب وتأهيل هي دي المشكلة. المشكلة عندنا مش في القوة البشرية، لأن عندنا قوة بشرية كتير جدا، عندنا ناس كتير جدا تشتغل بس ممكن ما يكونوش مدربين أو مؤهلين. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة، ومواضيع تانية كتير، وكمان 1000 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وتفاصيل كتير جدا هنعرفها من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، مهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي بوزارة الصناعة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بيك يا فندم. أولا بحيي حضرتك وبحيي المركز بالكامل على المجهودات اللي انتوا بتعملوها. والحقيقة زي كده ما كنت بقول من شوية، يعني في ناس كتير بتتكلم وما بتعملش حاجة، وانتم مركزين على نقطة مهمة جدا هي نقطة التدريب. نعم. بس خليني قبل ما ادخل بقى في موضوع التدريب ده، انا عايز اعرف ايه موضوع الالف فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ده. الحقيقة دي مبادرة يعني الشكر واجب فيها الى اللي بادر بهذا المشروع، اتحاد الصناعات المصرية. وطبعا برئاسة المهندس محمد السويدي، والمهندس فريد التوبجي هو رئيس لجنة التدريب باتحاد الصناعات. هي من أول مرة اجتمعنا معاهم من مجلس التدريب الصناعي، اللي بيعتبر أنا بعتبر المجلس جزء من الاتحاد الحقيقة. أنا كان مقرنا الأساسي هناك. مهندس فريد الحقيقة اهتم جدا بهذا الملف، وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي هو من الناس اللي مش بتوع بروباجندا، وبيعمل في صمت الحقيقة. وامبارح كان احتفاليه رائعه، وكان مؤتمر من انجح المؤتمرات اللي مجلس شارك فيها او حضرها، وما اداش ارقام تزغلل عين الناس. هو بيتكلم على 1000 فرصه عمل، وان كان الرقم يبدو للبعض قليل في حين ان احنا بنتكلم عندنا 9 مليون. هو بيتكلم اللي موجود على ارض الواقع ايه بالظبط كده. هو عارف هو عايز ايه. احنا عندنا ما يقرب من 9 مليون ذوي اعاقه في مصر، يمكن اكتر شويه. فلما نقول هنوفر 1000 فرصة عمل، فده يعتبر عدد قليل جدا، لكن ده العدد اللي نستطيع الآن نحاسب عليه، ونقدر عندنا الإمكانيات المادية والمراكز التدريب اللي تقدر تأهل الألف من شبابنا، ونوفر لهم فرصة عمل في الشركات الأعضاء في الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات المصرية. ودي تبقى بداية، احنا بنقول كده احنا دي مجرد بداية هنقيم فيها، يعني في امل ان هم يزيدوا فرصه ده بالتاكيد. وهي البدايه 1000 عشان نقدر نحكمها، ونقدر نحاسب نفسنا، ونشوف النتائج اتحقق منها قد ايه، ونشوف مدى اقبال ذوي الاعاقه على هذه الوظائف المتاحه، ومدى تناسبها مع حجم او مستوى الاعاقه ومع متطلبات سوق العمل بشكل حقيقي. لان دايما زي ما جيت عند حضراتكم من حوالي 4 شهور وفتحنا الملف دوت برضو في صباح دريم، قلنا ان الملف ده عليه مزايدات كتيره جدا خلال السنوات السابقه، والكلام فيه لطيف للغايه، والناس تحب تعمل. احنا مش عايزين نعمل كده. والتنفيذ فيه ما بيبقاش بالسهوله اللي احنا متخيلينها اطلاقا. ولحد الان حد ما بيتكلم كمان، يعني الحقيقه انا شايفه هو كمان بيحتاج يا فندم مجهودات يعني
كذا جهه، مش جهه واحده اللي المفروض تنفذ ده. طبعا حضراتكم مشكورين بتعملوا اللي عليكم، بس لازم تطالبوا ان يكون في جهات اخرى. انا كده بتكلم في نمو اقتصادي ونمو اجتماعي تأكيد. بشكل كبير جدا، وعلى فكره دي مهمه قوي قوي بالتاكيد يا فندم. يعني انا كده بحقق اكتفاء ذاتي على الشق الاجتماعي والشق الاقتصادي، وبالتالي في مشاكل كتير قوي هتجنبها ومشاكل اكتر همنعها ان هي تبقى موجوده. طيب طبعا مشاهدينا لو حابين تستفسروا عن اي حاجه يا ريت تكلمونا على ارقام تليفوناتنا اللي قدام حضراتكم على الشاشه علشان نتواصل مع حضراتكم ونقدر ان احنا نجاوب على كل استفساراتكم. طيب يا فندم، الالف فرصه عمل دول عباره عن ايه؟ تمام، هي الحقيقه احنا عندنا طلبات، احنا كان لنا تجربه مهمه جدا في شركات البلاستيك. شركات البلاستيك عملنا تجربة في مع جمعية المرج المستقبل للصم وضعاف السمع. طيب. وفروا لنا شباب الحقيقة متميز للغاية، أنا فخور جدا جدا إحنا اشتغلنا معاهم. يعني لو حضرتك تخيلتي وشفتي وجيتي شفتي مدى انضباطهم ومدى حماسهم علشان يتعلموا وعايزين يقعدوا عدد ساعات، حاجة غريبة يعني. حاجة الواحد يعني الأسوياء يستحوا منهم الحقيقة. احنا دايما بنقول ان الإعاقة إعاقة الفكر، ده بالتأكيد يا فندم، الجسد يعني ما اقدرش يعني ده بالتأكيد. I cannot agree more، يعني ده بالتأكيد عند حضرتك حق. فهم جبناهم واتدربوا في شركة مركز إيبيما، الشركة المصرية لتصنيع البلاستيك. تمام. وهي شركة بتدرب في على كافة مهارات صناعة البلاستيك. هي الشركة نفسها اللي بتدرب. هو زي مركز تدريب. بيدرب وبيدي مخرجات العملية التدريبية المتدربين إلى شركات البلاستيك الأعضاء في غرفة أو شعبة البلاستيك في غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات. تمام. وعملنا ده فعلا ودربنا ما يقرب من 39 واحد كلهم بالكامل، تم استلام الشغل. عايز أقول لحضرتك حاجة مفرحة للغاية. طبعا. إنتاجيتهم أكبر من إنتاجية الأسوياء. كان التحدي الكبير إن إحنا مهم قوي لحضرتك بتقول ده حاجة. طيب. مش عايز أقول لك يعني. والميزة فيها في الموضوع ده إن كان تعامل الشباب الأسوياء معاهم لما جم وانخرطوا واندمجوا معاهم في نفس الشركة كان راقي جدا، راقي جدا جدا يعني. تمام كده، حضرتك قلت حاجتين مهمين جدا هنتناقش فيهم، بس خلينا بقى معلش بعد إذن حضرتك نبتدي نستقبل تليفونات السادة المواطنين. معنا إبراهيم من القاهرة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل يا أستاذ إبراهيم. الله يكرمك، ازيك يا زمان؟ الحمد لله يا فندم، اتفضل. والله انا مقدم لبي في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه من شهرين ومحدش اتصل بيه، وعنده اعاقه نسبه 5%، عنده عين واحده ما بيشوفش بيها. حضرتك مقدم له من شهرين؟ فين مقدم له؟ فين؟ باشمهندس محمود بيقول لحضرتك بقدم له فين بالظبط؟ قدمته عند المحكمه التشريعيه اللي هو عند مستشفى قوات المسلحه اللي هي في المعادي. تمام، اسمه ايه؟ اسمه ايه يا فندم؟ محمد ابراهيم عبد الهادي. محمد ابراهيم ايه؟ عبد الهادي؟ محمد ابراهيم عبد الهادي. طب لو سمحت يا فندم، هما ردوا على حضرتك قالوا لك ايه ولا لسه ما ردوش خالص؟ ما ردوش خالص عليا، ما ردوش خالص. انا يجي شهرين والله. من شهرين يا فندم. حاضر. طيب. فندم. خليك معانا، هو ده عندكم في المركز؟ ده عندنا في المجلس عندنا. بس ما كانش لسه تم الاعلان عن المبادره، يعني هو مقدم قبل ما نعلن عن المبادره ونجد الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصه. فده ان شاء الله دلوقتي هيجي له فرصه، لان الألف فرصه متواجده حاليا عندنا. تمام. عندنا في فرصه طبعا لابن حضرتك يا استاذ ابراهيم. باشمهندس محمود بيقول لحضرتك هنتواصل معاه ان شاء الله باذن الله. انا بس طبعًا. استاذنك هاخد الاسم من حضرتك ونتواصل. محمد معاه. ابراهيم عبد الهادي. تمام. هو اسمه محمد ابراهيم عبد الهادي. واستاذ ابراهيم احنا هنجمع الاسماء على يعني ونديها لحضرتك في اخر الحلقه. تمام. للي عايز يشترك معانا. واستاذ ابراهيم يعني لو سمحتوا بس كمان اللي بيتكلم يقول اسمه، ولو امكن بس ما يقفلش عشان زملائي في الاعداد ياخدوا رقم تليفونه. طيب حضرتك قلت حاجتين مهمين جدا دلوقتي، ان ذوي الاعاقه او خلينا نقول ذوي الاحتياجات الخاصه، عشان ما بحبش كلمه اعاقه دي. ممكن اختلف مع حضرتك في الحته دي، لان احنا الحقيقه الدكتوره هبه هاجرس امبارح كانت حاضره وعلمتنا درس مهم جدا. الحقيقه انا بالنسبه لي كنت برضو بتضايق جدا من كلمه ذوي الاعاقه وذوي الاحتياجات شكلها الطف.
قالت لي لا ده احنا في في الاجتماع في الامم المتحده في 2004 اتفقوا على اسمها ذوي الاعاقه، وقالوا ان ذوي الاحتياجات الحقيقه هي كلمه اوسع من ذوي الاعاقه، كلنا فاي حد هو ذوي احتياجات. فممكن قال لك والله ذوي الاحتياجات ممكن تبقى الارمله، ممكن يبقى اليتيم، لكن احنا عايزين نحصر ذوي الاعاقه وما تبقاش كلمه اعاقه عيب. يعني زي مثلا مع طبعا كامل احترامنا لكافه الفئات، لما نقول ده واحد طويل شويه او واحد قصير شويه، فتبقى كلمه اعاقه زيها زي وصف للقصير والطويل، والمجتمع يتقبلها بدون هذه الحساسيه. تمام. فكان كلام الدكتوره هبه هاجرس، هي طبعا عضو مجلس النواب من 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 ذوي الاعاقه، كانت عندها يعني علمت الناس اللي كانت موجوده ان احنا ما نتكسفش ان احنا نقول ذوي الاعاقه. وحتى دستورنا الدستور الاخير اصروا ان هم يذكروا باسم ذوي الاعاقه وليس ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. هم والحقيقه هم ذوي، يعني حتى ممكن نقول حتى ان هم ذوي قدرات خاصه. لو حد بتقول لي 39 اللي اتدربوا، 39 كانوا بيعملوا بهذه الكفاءه. انا لو جبت 39 واحد ولا 40 واحد سوي، مش كلهم هيقبلوا. ده بالتاكيد. انا يعني بقول لحضرتك يعني اعتقد ان روح التحدي تبقى عندهم اعلى كمان بكتير جدا. اصحاب صاحب الشركه الحقيقه يعني كان منبهر جدا، وكان بقول لحضرتك التحدي الرئيس، طب هم ما بيتكلموش ما بيسمعوش كويس، ازاي هيتعاملوا مع المشرف بتاعهم؟ هينظفوا المكنه ازاي؟ هيظبطوا الانتاج ازاي؟ لقينا ان في قبول من العاملين اصلا في الشركه ان هم يستوعبوهم ويعلموهم، ولقينا طريقه تواصل ما كناش نتخيلها الحقيقه بسرعه شديده. دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل طبيعي، وان انا ما بصلوش بصة اللي هو صعبان عليا او اقول ده حرام مش عارف، الحكاية دي يعني ممكن تأثر عليه تأثير سلبي جدا. فانا فندم عايزة اعرف يعني دلوقتي ثقافة ان احنا بمنتهى الصراحة كده احنا لحد دلوقتي في اماكن ما عندهاش هذه الثقافة، وبتتعامل مع الناس دي ان هي يعني ناس يعني غريبة، او بنستغرب من شكلهم، او بنستغرب من ان هم عندهم حاجة. انتم ازاي يعني بتوفروا ان يتم دمج ذوي الاعاقة وسط الناس الاسوياء العاديين بالطريقة دي؟ اسرع حاجة تعمل الدمج اللي حضرتك بتقوليه هو ان هم يشتغلوا فعلا ويبقوا منتجين. طبعا. واللي يسهل عملية الدمج هي كفاءة التدريب اللي بيحصلوا عليه. كل ما كان التدريب باحترافية، كل ما كان حاسس بقدراته ويقدر ينجز ويطلع منتج صاحب الشغل يبقى مبسوط منه او المشرف بتاعه يبقى مبسوط منه، كل ده بيسهل بكتير جدا دمجهم وطريقة تعاملاتهم مع زملائهم. حتى مش بس كده، ده بيفرق حتى مع شخصياتهم، لأن ما بيروح البيت لما بينزل يتعامل في الشارع بالزبط. بيبقى راجع فخور جدا ان هو منتج، عنده شغل الصبح بيروح وبيرجع بالليل، بيتعامل مع أصدقاء، فبيأثر عليه اجتماعيا بالتأكيد. وهو مواطن طبيعي، هو مش يعني بالتأكيد. المفروض ان احنا بقى نبطل نفكر بالطريقة دي، يعني حرام بصراحة. فطيب ناخد سليم من البحر الأحمر. طيب عبد الهادي من شمال سيناء. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم، صباح الفل، اتفضل يا فندم. صباح الخير. معلش حضرتك بس عايز اسال، الفرص دي موجوده في شمال سيناء؟ الفرص دي موجوده في شمال سيناء، خليك معانا. موجوده يا فندم؟ الالف فرصه مش موجوده في شمال سيناء، احنا بادئين الحقيقه في اللي نقدر نحصره. انا بعتذر جدا عن ذلك، لكن زي ما بقول لحضرتك هو بدايه لان احنا نعمم هذه الفكره في كافه المحافظات طبعا. لكن هنرجع ونقول ان الشغل بتاعنا علشان تضمني انك تلاقي فرصة عمل حقيقية لمتدرب تم تدريبه، لازم تبتدي الاول من الطلب، لازم تروحي تشوفي السوق عايز ايه. فالالف وظيفة دي تم تجمعها من الشركات، معظمها موجود في القاهرة الكبرى. طب الاستاذ عبد الهادي من شمال سيناء ما اقدرش اعمل له اي حاجة؟ نقدر نعمل له حاجة لو هو عنده استعداد، لان النسبة الاكبر من الشركات اللي بتوفر هذه الوظائف بتوفر مكان للسكن للمغتربين. لو هو يستطيع ان هو يعيش او في القاهرة في سكن المغتربين، وده طبعا احنا ما نتمناهوش، احنا نتمنى ان الناس تشتغل جنب بيوتها، لان مش عايزين هجرة اخرى من المحافظات الى القاهرة. لكن لحد ما يتوفر له وظيفة لائقة في المكان اللي هو متواجد فيه، ممكن جدا يجي يشتغل في شركة من الشركات اللي بتوفر أماكن المغتربين. وإحنا أنا عايز أقول لحضرتك إن الألف يعني تم عرضهم من بارح من الشركات، عدد قليل جدا من الشركات اللي ساهم. ده لو فتحنا الدنيا الموضوع هيوصل إن شاء الله بإذن الله لكافة المناطق الحدودية. يعني إحنا بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نوسع دائرة مثل هذه المبادرات، لأن هي مهمة بتأكيد. ومفيدة جدا. طيب معانا عزة من اسكندرية. أيوه أي فندم، صباح الخير، اتفضلي.
صباح الفل. اتفضلي. بقول لك لو سمحت، انا عندي ابني عنده 27 سنه ومعاكسين وانا في اسكندريه، عايزه اتكلم. معلش مدام عزه، عنده 27 سنه وماله؟ معاك ذهنيا. معاق. تمام. انا عايزه اقدم له. حاضر. طبعا خليكي معانا كده ثانيه واحده باشمهندس. تقدم له ازاي؟ بس عايزه تعرف. انا هقول لحضرتك الموضوع بسيط جدا، يا اما تروح عندها كذا طريقه. اتحاد الصناعات المصرية ده في 1195 كورنيش النيل، لجنة التدريب موجودة هناك، أو يجي مجلس التدريب الصناعي ده في المعادي 2 شارع 164 في المعادي. تمام. ممكن تدخل، لو تقدر تستطيع تدخل على السوشيال ميديا أو تدخل على الويب سايت، تدخل على الويب سايت بتاع، ناخد اسمه بالكامل، ITC Egypt.eg أو الفيسبوك ITC Egypt.eg أو التويتر ITC Egypt.eg. طيب مدام عزة، هتلاقي أكيد. مدام عزة معانا لسه؟ طيب هنحاول برضو إن احنا ناخد الأسامي. معانا نورة من أسوان. نورة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي يا نورة. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله، اتفضلي. بتاعت المشكلة اللي هي بتاعت أسوان دي. ايه مشكلة أسوان؟ اللي هي بتاعت التكافل الاجتماعي اللي كلمت حضرتك ساعة ما قلتي لي أنا هكلمهم لكم كده. لا فكريني معلش يا نورة، أنت كنت عايزة وظيفة ولا كنت عايزة إيه؟ كنت عايزة قرض. كنت عايزة قرض. عايزة قرض. هو مش واللوائح والقوانين اللي هي منعتني يعني إن أنا أحصل عليه. ومشكورين يعني الاستاذ اللي كلمتيه بس هم دلوقتي بيبلغوني ان هم بعتوا اسمك يا حبيبتي. ماشي. انت رحتي؟ انت رحتي. ما حصلش حاجه، القوانين واللوائح اللي هي حكمت. بس انا كل اللي طالباه من حضرتك ان انا بناشد اهل الخير من خلال البرنامج بتاعه ان هم يتولوا الحاله بتاعتي. طيب انت محتاجه ايه دلوقتي؟ انت مش تقولي ان انت روحتي ما حصلش حاجه، ما كانش فيه لا ما حصلش حاجه. طب قولي لي ايه اللي حصل؟ يعني انت انت طالبه ايه دلوقتي؟ محتاجه ايه؟ انا كنت اللي كنت طالبه ان انا كنت طالبه قرض ان انا اعمل لي مشروع صغير واكل بيه انا وابني واصرف عليه واصرف على علاج. ما عملوليش حاجه، رجعوني تاني قالوا لي القوانين واللوائح اللي هي بتحكمنا. رجعت كتر الف الف. انت كنت محتاجه ضامن صح؟ كنت محتاجه ضامن حكومه. ومفيش ضامن؟ مالكيش؟ لا مفيش الا ربنا معايا سبحانه وتعالى. هي دي اللوائح. طيب بس انت تليفونك معانا يا نوره، وهنحاول نشوف هنحاول نساعدك ان شاء الله، ما تقلقيش باذن الله. طيب شكرا يا نوره، بشكرك. باشمهندس ارجع لحضرتك مره ثانيه. والناس اللي يعني هل هناك، لان في كذا حد بعت دلوقتي بيسال هل هناك يعني حد معين للاعاقه او يعني ولا اي ذوي اعاقه ممكن يشارك؟ اي ذوي اعاقه. وهي كانت اكبر تحدي كان بالنسبه لنا الاعاقه الذهنيه الحقيقه. وامبارح كان في امثله في المؤتمر احنا انبهرنا بيها، يعني مؤسسه ابتسامه او مؤسسه حلم نجحوا ان هم يدربوا ويشغلوا ذوي اعاقه ذهنيه، وكان ادائهم غير عادي. احنا كنا مذهلين، يعني عندنا ذهول من الفيديوهات اللي اتعرضت ان كل حاجه ممكنه. هم فقط هي القدره على اثقالهم بالمهارات. طبعاً. المطلوبه في فتره زمنيه وجيزه، وهتلاقي النتائج بتاعتهم رائعه. فما فيش حد اقصى للاعاقه، اي نوع من انواع الاعاقه. اي نوع من انواع الاعاقه. طبعاً. طيب محمد من سوهاج معانا. محمد الو. اي فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. لو سمحت انا من سوهاج عايز اشتغل في الشركات دي، في فرصه لسوهاج ولا لا؟ في فرصه في سوهاج يا فندم؟ ده ايوه، ده في حد قايل لك ولا ايه؟ لان احنا هنعلن حالا كعادتنا في صباح دريم عن ملتقى التوظيف القادم في مجلس التدريب الصناعي، هيبقى في سوهاج. فانا قلت ده حد، انت عرفت الخبر ولا ده بالصدفه؟ يعني الحمد لله. طب ليه نصيب بقى في الوظيفه؟ لا يبقى ان شاء الله تنورنا ان شاء الله يوم 31/5 في فندق الصفا في سوهاج، عاملين ملتقى توظيف هيبقى فيه في حدود 25 شركة، هيوفروا في حدود 6500 وظيفة لحد الآن، ممكن يزيدوا لحد ما يجي يوم 31، لكن حاليا معانا تقريبا في حدود 6500 وظيفة من 24 شركة تقريبا دلوقتي.
فهتلاقي فرصة إن شاء الله بإذن الله متاحة بس أكيد. تتنورنا في 31/5. طيب يوم 31/5 ملتقى التوظيف في فندق الصفا في سوهاج، 31/5 الجاري زي ما عودناكوا طبعا. وبشمهندس محمود الحقيقة معودنا أنه هو بيخصنا أول مرة نعلن عنه الجديد يعني، وإن شاء الله دي بشرة جميلة لأهالي سوهاج. 31/5 فندق الصفا في 25 شركة هيقدموا 650 6500 فرصة عمل بالزبط. 6000 فيعني 31/5 يا جماعة يوم ده على مدار اليوم، على مدار اليوم كله طبعا. طيب يوم 31/5 فندق الصفا في سوهاج اللي عايز يروح ملتقى التوظيف، ودي برضو حاجة مهمة جدا مهمة جدا. وعايز أبشر طب فين المحافظات اللي حوالين سوهاج بقى ينورونا طبعا. احنا بنحاول نكون في حتة اللي ممكن نلاقي فيها مصانع طالبة عمالة، ولكن المناطق اللي حواليها طبعا يعني يجولنا يعني لو يقدروا يستطيعوا ان هم يجوا. لان عايز اقول لحضرتك ان دائما ده يمكن الملتقى السادس لينا السنة دي، دائما الوظائف المعروضة اكبر من الناس اللي جاية تطلب الباحثين عن عمل، لكن الزيادة مستمرة. الوظائف هي اللي اكبر، الوظائف اكبر يعني اكبر السنة لما عملنا اخر مرة لما كنا عند حضراتكم اكتر 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 نعم عددها اكتر كنا في اسكندرية في المكتبة اسكندرية جالنا 2700 واحد، فكنا عارضين 10,000 وظيفة جالنا 2700. ده في تحسن، اللي قبليه كان 1800، اللي قبليه كان 1500، فيعني في تحسن. الناس بتقبل، ما بتلاقي فعلا في مصداقية وفي ناس عايزة تشتغل يعني وظائف متاحة لائقة يعني. تمام، فإن شاء الله في سوهاج يشرفونا 31/5 بإذن الله يلاقوا فرص كويسة بإذن الله. معانا سليم من البحر الأحمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل يا أستاذ سليم. كل سنه وانتم طيبين وحضرتك بالصحه والسلامه، اتفضل يا فندم. والله ليا بس المداخله صغيره كده على كلمه ذو احتياجات خاصه او ذو الاعاقه. واخده بس كده يعني يا ريت يكون في فرق بين ذو الاعاقه وذو الاحتياجات الخاصه، لان انا معايا ثلاث اولاد من ذو الاحتياجات الخاصه. ثلاث اولاد اللي هي الاعاقه الفكريه. اللي هي الايه يا فندم؟ الاعاقه الفكريه. الاعاقه الفكريه، وقدمت لهم خلصوا المدرسه الفكريه اللي هي اللي نقول عليها مدرسه الخاصه او المدرسه ذو الاعاقه او المدرسه الفكريه، خلصناها يعني، وخلصوا الجيش وقدمت لهم في ذو الاحتياجات الخاصه او ذو العمل يعني في التنظيم والاداره اكثر من مره. وتقدمت للمحافظ وتقدمت للتنظيم والاداره وما احد سال فيا. معايا بس من ذو الاحتياجات الخاصه دي ضمور كامل، دي مش بتطلع عمل ولا دين، عاوز اشغلهم. طيب هو عنده ثلاث اولاد بس، هستاذنك يا استاذ سليم تسيب اسمك معلش في الكنترول، لان هم الثلاث اولاد وظروفه خاصه. نعم جدا. نعم. الثلاث اولاد من ذوي الاعاقه يعني يتواصل معانا وان شاء الله باذن الله نحاول نوفر له فرصه عمل ان شاء الله قريبا، بس اتمنى ان احنا نتواصل معاه ولو نقدر ناخد رقم تليفون لو سمحتي يعني. طيب حاضر يا استاذ سليم، باشمهندس محمود هيتواصل معاك. معانا حنان. الو حنان معانا؟ طيب خط قطع حنان، حاولي تكلمينا مره تانية. يا فندم في بقى كمان مشروع انتوا شغالين عليه ما شاء الله مهم جدا، تمكين المراه اقتصاديا. نعم. نعم. انا هرجع تاني قصه التدريب، بس دي حاجه مهمه جدا، وفي سيدات كتيره جدا بتشوفنا بتبقى يعني محتاجه لده. اكيد حضرتك عارف الظروف يعني ستات كتير في مصر بتمر بيها. ايه هو المشروع ده بالظبط؟ المشروع ده من يعني من احب المشاريع الى قلبي شخصيا الحقيقه، وتوصيه خاصه جدا من المهندس طارق قابيل على موضوع مشروع التمكين الاقتصادي الاجتماعي للمراه، لان هو من الناس المؤمنه جدا جدا في حكومتنا الحقيقه بدور المراه في تنميه المجتمع اطلارج. فاذا كانت هي نص المجتمع فهي بتربي النص الاخر، بتربي النص فهي تقريبا كل المجتمع. فصلاح حال المراه هو صلاح للمجتمع كله، ده بالتأكيد بدون أي مناقشة يعني. طبعا. فالمشروع الحقيقة يعني أثبت نجاحات كبيرة جدا السنة اللي فاتت، ودربنا في حدود 20,000 فتاة وامرأة على أربع مشروعات رئيسية. البرنامج القومي ده بينقسم عندنا في المجلس لأربع مشروعات. المشروع الأول حاجة اسمها وظيفتك جوه بيتك، المشروع الثاني اسمه إحياء الحرف التراثية اليدوية والتراثية، المشروع الثالث اسمه أنا رائدة، والمشروع الرابع
يعني حاجات نسيت اسال سبحان الله على ما تفتكروا بس ده. طيب ناخد نيفين من الجيزه على ما تفتكر. اتفضل نيفين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله انا زوجه معايا ثلاث بنات. انا زوجه. سامعاكي بس لو سمحتي ممكن حضرتك بس توطي التلفزيون. وعندي 45 سنه. نعم وطي التلفزيون بس بعد اذنك. اسمعيني من التليفون بس عشان اعرف اسمعك كويس. وزوجي كان شغال في السياحه وبقالي 3 سنين. الو ايوه مدام نيفين وطي التلفزيون لو سمحتي. وطيته حبيبتي. طيب حضرتك عندك 3 بنات وزوجك كان بيشتغل في السياحه. اتفضلي. وبعدين السياحه طبعا اتضربت وبعدين ما اعرفش عنه اي حاجه وانا بدون عمل. ثواني يعني ايه ما تعرفيش عنه حاجه؟ يعني اختفى اتصال زي اي حاجه. حضرتك محتاجه فرصه عمل مش كده؟ يا ريت لان عندي بنتين في الكليات وعندي بنت في ابتدائي. طيب باشمهندس عايز يكلم حضرتك. حضرتك مكانك فين يا فندم؟ حضرتك ساكنه فين؟ فندم مكانك فين؟ بيقولك مكانك فين؟ مكاني في الجيزه في احمد عرابي. احمد عرابي تمام. يعني انا اتمنى ان حضرتك تتواصلي مع المجلس عندنا لان هو مشروع التمكين الاقتصادي واجتماعي للمراه هو بيعني خصيصا بالحالات اللي حضرتك بتتكلمي عنها. ما حضرتك دي اعاقه يعني اعاقه. انا معايا 3 بنات مش عارفه. لا يا حبيبتي هو في مشروع للمراه مخصوص مش 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 ده يعني ده حاجه وده حاجه. في مشروع بيهتم بالحالات اللي زي حاله حضرتك. احنا بنعمل ايه يا فندم عشان نطمن حضرتك؟ احنا بنجيب بندرب حضرتك على احد الحرف او المهن اللي تستطيعي وانت في البيت تستطيعي انك تمتهنيها وتدخل لحضرتك دخل ويوفر لك حياه كريمه. انا معايا مدام نيفين حاولي تكلمينا تاني بس احنا هنحاول برضو ان احنا نتواصل معاكي لان وهنشرح لك حالا ايه الموضوع. بس معانا صلاح من القليوبيه. استاذ صلاح. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صباح الفل عليك. اتفضل يا استاذ صلاح. والله عندي بنتين برضو عندهم اعاقه خاصه وفضل حضرتك. بنتين؟ عندي بنتين عندهم اعاقه وبعمل لهم نقل دمي سنه ثانيه وكنت عايز اي واحد ابيع يعني ظروفي وحشه وكنت عايز اوظف في اي حد من الاثنين يعني. انت عايز وظيفه للبنتين مش كده؟ ولا يعني وظيفه. طيب هم اعمارهم قد ايه يا استاذ صلاح؟ واحد عندها 24 وواحد عندها 21. سنهم مناسب بعض. تمام جدا. طيب عندها 24 في القليوبيه دول يا فندم. 21. يعني هم القليوبيه احنا عندنا فرع في القليوبيه في مجلس محلي في نفس جنب المبنى بتاع مجلس محلي كفر شكر. يعني لو حضرتك تقدر تتواصل مع الفرع عندنا ادي بياناتك للفرع هناك واحنا ان شاء الله باذن الله هنضم بنات حضرتك الى الالف فرصه عمل المتاحه في المصانع عندنا وعندنا مصانع في القليوبيه محتاجه من ذوي الاعاقه فان شاء الله باذن الله نوفر لهم فرصه سريعا باذن الله يعني. باذن الله. تمام يا استاذ صلاح ان شاء الله يعني بناتك متوفر ليهم باذن الله فرص عمل. معانا عبده من القاهره. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا استاذ عبده. اتفضل. ربنا يسترها عليك يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. ربنا. انا تعبان. انا طلبت على المعاش. وتعبان. انا طلبت على المعاش. سامعاك يا استاذ عبده كمل كده. اتفضل. انا طلبت على المعاش وبعد ما طلبت على المعاش على طول وجاني تعب في رجليا ما بعرفش امشي. ما بعرفش امشي خالص. فرحت التامين. التامين كذا مره التامين يعمل لي ما يديني عباية أكبر شام كده وما يعمليش حاجة. فالله يسترها عليكم ودينا أي مستشفى بس تعمل لي أي حاجة في رجليا إن أنا أعرف أمشي أو يدينا على الصيام أو يعملوا لي أي حاجة إن أنا أمشي بس. ما بعرفش أمشي خالص وقعت في البيت وما ولا باخد علاج ولا باخد أي حاجة. حاضر يا فندم. طب لو سمحت ممكن ما تقفلش عشان ناخد بس زملائي في الإعداد ياخدوا التفاصيل بتاعتك ورقم تليفونك وعنوانك. إن شاء الله بإذن الله يعني ما تقلقش يا أستاذ عبده. معانا رجب من الأقصر. عم رجب يا أستاذة مها. والله صباح والله الفل. أنا متفاعل بالبشمهندس محمود وبالقناة رقم واحد والعاملين متفاعل. عم رجب صديق البرنامج بيكلمنا كل يوم حضرتك عارفه طبعا. عم رجب يعني صباح الفل. صباح الفل.
والله عامل 100,000 شكر لقناة دريم. احنا اللي بنشكرك يا عم رجب والله يعني على متابعتك لينا. انا برتاح برتاح في مصداقيه في مصداقيه في الكلام. احنا بنفرح والله لما حضرتك بتكلمنا يا عم رجب. لا في مصداقيه في الكلام وفي فعل. مركز استا بشكرك، مركز استا الاقصر شغل تجيل اتعمل في شغل كتير. طب الحمد لله يعني الحمد لله صوتنا وصل اهو. والله ربنا يبارك فيك يا استاذ معه. انا بحييك يا عم رجب. الله يبارك فيك. صباح الفل عليك. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر طبعا. تحيا مصر للابد طول ما في ناس حلوه زيك يا عم رجب والله. ربنا يخليك وبشكرك جدا. معانا شيماء من اسوان. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا شيماء. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي يا شيماء. كنت عايزه اطلب من حضراتكم دلوقتي اسوان اشمعنى ما فيهاش فرص عمل بالنسبه للاستاذ مع حضرتك؟ طيب هو مع حضرتك بقى يرد عليك. اتفضل يا باشمهندس. هي نفس المشكله طبعا. انا يعني احنا امبارح كان معانا في المؤتمر ذوي الاعاقه كان معانا ناس دربناهم على بعض الحرف في الصيانه من حلايب وشلاتين. وكانوا جايين الحقيقه وكان ليهم دور رائع الحقيقه واتعلموا وخدوا الشهاده كلهم نجحوا ما شاء الله. احنا مطالبين كحكومه ان احنا نصل لهذه المناطق الحدوديه وبالتالي وبالاخص نركز على المحافظات اللي كان عايشه على السياحه بالذات في الفتره الحاليه. المشكله كلها في ايه؟ المشكله كلها ان احنا زي ما دايما نقول احنا ديماند دريفن، لازم يبقى فيه فرصه عمل في المكان اللي هناك علشان نقدر ندرب طبقا لاحتياجات فرصه العمل اللي موجوده. مفيش فرص عمل متاحه كتير في اسوان وفي الاقصر، بس هي ممكن تستفيد من مشروع تاني. لكن ممكن تستفيد بالظبط كده. ممكن تستفيد بقى من مشروعين تانيين. مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي ده بيدرب على حرفه او مهنه سواء جوه البيت او انها تدخل في مشروع الحرف التراثيه واليدويه وتعرف تنتج منتجات قد تكون مرتبطه برضو بالسياحه، وبنوفر لها المعارض الداخليه والخارجيه اللي تقدر تعرض فيها منتجاتها بالتعاون مع جامعات الاهليه 100%. ما نسيبهاش لحد التسويق ما يتم، ونقدر كمان ندخلها مع مصر الابداع الـ من خلال مركز تحديث الصناعه اللي برضو تابع لوزاره الصناعه. مهمه جدا كمان يعني شيماء تقدر تستفيد. احنا هنشرح الموضوع ده بالتفاصيل بس هنسمع من حضراتكم الاول، لان كمان مدام نوره اللي كانت في اسوان تقدر تستفيد، اللي جايه كانت عايزه قرض عشان بس في لوائح وقوانين وحاجات كده بتحول يعني دون ان هي تاخد القرض ده، فممكن تقدر ان هي تستفيد. يا ريت تكوني متابعانا يا مدام نوره برضو علشان تقدر تستفيدي. كمان مدام نيفين وشيماء من اسوان. معانا كمان ام احمد من اسكندريه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام احمد. لو سمحت حضرتك، انا ابني معاه اعداديه وهو من ذوي الاحتياجات الخاصه، مش لاقي له شغل خالص في اسكندريه. هو دلوقتي عنده 17 سنه وعنده حركه، فالدكاتره بيقولوا لي شغالين، فانا مش لاقي له شغل خالص في اسكندريه ومش عارفه اتوجه اروح فين. وانا معاكي. خليكي معايا يا ام احمد. خلينا لو سمحتي تواصلي مع مجلس التدريب الصناعي وهتملي استماره واحده فيها بيانات ابن حضرتك بالكامل. ده لهم مكان في اسكندريه صح؟ في اسكندريه يعني. في بعض الشركات، في بعض الشركات من ضمن الألف وظيفه المركز هي هتقدم في اسكندريه. لا هتقدم عندنا، ما عندناش فرع في اسكندريه لحد الان. لكن القصه بسيطه جدا، لو من على الويب سايت تقدر تنزل الفورم وتملاها وتوصل لنا على طول. ام احمد انت لسه معانا؟ او تتصل حتى بتليفوناتنا، يعني تتصل بالتليفون عندنا والف يعني هتلاقي في الألف وظيفة هتلاقي حد بيرد عليها وياخد بياناتها بالكامل. أو كلمينا وإحنا هنوصلك يا أم أحمد. لو ما قدرتيش إن أنت تعملي كل الحاجات دي كلمينا وإحنا هنوصلك باشمهندس. مفيش مشكلة خالص، مفيش أي مشاكل. طيب أم محمد من القاهرة. أم محمد ألو. ألو. أي فندم. دلوقتي أنا عندي المكن وعايزة حاجة أصنعها. عندك المكن وعايزة حاجة تصنعيها. مكنة إيه؟ عندي اوفر وعندي سنجر. مكنة خياطة. وعندي شريط. طيب مكان حضرتك فين؟ مكانك فين بقى يا ام محمد عشان انت مقدمه لنا حاجه مهمه قوي النهارده؟ في دار السلام. دار السلام تمام.
ده هايل، ده مش محتاج مجهود كبير الحقيقه يعني. بس برضو خلينا تتواصل مع مجلس تدريب الصناعي، وهنوفر لها هنقول لها ايه الطريقه الامثل ان هي تشغل. انا ما اعرفش اروح فين. طيب ما انا هقول لحضرتك، انا هديكي يعني رقم تليفون او عنوان، يا اما تشرفينا العنوان. حاضر. يا اما تتصلي بينا بالتليفون، وهتلاقي كذا واحد يقدر يساعد حضرتك في طلبات، ياخد طلباتك بالتفصيل. وهتلاقي ناس من عندنا ممكن تروح تزور المقر اللي عند حضرتك عشان تشوف الاحتياجات المكان ايه، ونقدر نساعد حضرتك بيه، سواء تدريب او سواء نقول لحضرتك ممكن تنتجي ايه، ونعرف نساعدك في التسويق. عايزه ماده بس. رقم التليفون. حاضر، ما تقفليش. حاضر، وهنقول رقم تليفون ان شاء الله في اخر الحلقه. بس هناخد رقمك كمان معلش يا ام محمد عشان نديه للبشمهندس محمود. طيب معانا عادل من سوهاج. الو. طيب استاذ عادل، حاول تكلمنا تاني. المشروع يا فندم بتاع تمكين المراه اقتصاديا واجتماعيا، طيب. واضح ان هو مهم جدا، وفي ناس كتير بتسال عليه، بدل ما كانت زي مدام نوره كده اتصلت كذا مره وكانت الحقيقه بعتناها وكانت ما عرفتش تاخد القرض، هي تقدر تعمل. خلينا نبتدي كده بوظيفتك جوه بيتك. طيب. عباره عن ايه بالظبط عشان الستات بس انا بالظبط انا افتكرت الرابع هو اسمه قريه واحده منتج واحد، فهم دول الاربع مشروعات. قريه واحده منتج واحد. اول حاجه وظيفتك جوه بيتك، ده كان يعني كان برده كانت مبادره، ويعني برضو لإعطاء الحق لاصحابه، يعني كانت الدكتوره عبلة عبد اللطيف هي صاحبه الفكره، حتى هي صاحبه الاسم يعني. في وظيفتك جوه بيتك ان احنا بنعلم، احنا عارفين ظروف السيدات وعارفين ظروف بالذات المتزوجات وفي المناطق الصعيد والقرى، يبقى صعب عليها انها تطلع بره البيت وتشتغل وكده، فبنعلمها جوه البيت. يعني بنعلمها في مركز تدريب فتره زمنيه 21 يوم على حسب نوع التدريب يعني، وفي عندنا تلتحق بمركز تدريب جنب المكان عندها، بنوفر مكان في القريه او في المحافظه على قد ما نقدر، يبقى قريب من اكبر مجموعه بنات. بناخد 15 ل 20 واحده في الكورس التدريبي الواحد فقط عشان يبقى فيه استيعاب كويس قوي. من 15 ل 20 وبعد ما تخلصهم بعد ما تخلصهم بتقدر تنتج وهي جوه بيتها، وبتاخد الشاطرين منهم اولموست 20% من الشاطرين اللي هم احسن 20% من كل الكورسات التدريبيه، بيتم تسليمهم معدات انتاج او مكن خياطه او مكن تريكو او مساعده مجموعه منهم ان هم يعملوا وحده انتاجيه في القريه او في المدينه اللي هم متواجدين فيها. ساعتها تقدر تنتج جوه بيتها، وتقدر تسوق المنتجات ديت من خلال التعاون مع الجامعات الاهليه اللي احنا برضو بنتعاقد معاها علشان يبقى لها دخل وهي جوه البيت. كويس. من غير ما تنزل بره وتشتغل في شركه او كده، يبقى عندها كانها مشروع صغير خاص بيها جوه بيتها. تمام. اهم طيب. حاجه ان هي مش هتصرف حاجه خالص، وكل التدريبات ديت بالكامل بيتحملها مجلس تدريب الصناعي من الالف للياء. تمام. طيب معانا ليلى من القاهره. ليلى. ايوه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا مدام ليلى. لو تكرمتي انا عايزه اكلم الباشمهندس محمود الشربيني عشان اساله عندي حبيبي عنده 19 سنه. طيب. أيوة. هو سامعك. انا معاكي يا فندم. اسالي اللي انت عايزاه. نعم. اساليه، هو سامع حضرتك يا فندم. طيب، هو انا ابن بنتي عنده 19 سنه ومن ذوي الاعاقه الذهنيه. تمام. وطبعا ما اشتغلش اي حاجه، واحنا حالين مودينه مدرسه التنميه الفكريه ما تعلمش فيها حاجه، بقاله فيها اكتر من سنتين عشان تعلم على التدريب على السجاد. طبعا هو مش منسجم معاهم ومش متعلم فيها حاجه، وعايز اعرف اقدم له فين عشان يتدرب على اي حاجه، لانه 19 سنه خلاص قرب بيبقى راجل، وعشان يصرف على نفسه لان مامته ست مطلقه. تمام يا فندم، احنا يعني احنا مقدرين ده تماما. علي صوتك شويه لو تكرمت. حاضر. ارجو ان حضرتك تتواصلي مع مجلس التدريب الصناعي، هو هيعرف يوجه حفيد حضرتك الى الاماكن اللي تعرف تدربه كويس. احنا عندنا، انا يعني لازم اثني على شغل جمعيه ابتسامه وجمعيه حلم في تدريب ذوي الاعاقه الذهنيه بالذات. هم عندهم قدرات مهمه جدا جدا، عندهم مدربين شاطرين جدا في الموضوع ده. فتواصلي مع مجلس التدريب الصناعي اللي في المعادي، او على رقم التليفون اللي هنسيبه 25 29 5300، وسيبي بيانات حضرتك او بيانات حفيد حضرتك واسم حفيدك بعد اذنك. هم هياخدوا منك البيانات بالكامل هناك. وهتلاقي حد بيتصل بالتليفون اللي حضرتك هتسيبيه يقول لحضرتك هنعمل ايه وازاي يروح ويروح امتى وهيروح فين. واحنا هنتابع الحقيقه يا باشمهندس محمود، يعني ما بيتاخرش خالص عن حد، واحنا بنتابع معاه دايما. طيب معانا فهيمه من بورسعيد. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي مدام فهيمه. انا بقول لحضرتك انا معيش شهاده وانا عايزه اتعلم، بس انا بورسعيد مش عارفه اوصل ازاي. معكيش شهاده؟ معيش شهاده تعليم. ما
انا ست بيت اصلا. ست بيت. طيب عايزة تتعلمي تستفيدي بقى من المشروع زي المشاريع اللي هي دي. طيب انا هرد عليكي حاضر يا مدام فهيمة من عناية. حاضر. بس ناخد تليفون بس منى من الاقصر عشان بقى لها كتير مستنية. منى. منى. الو. منى معانا. صباح دريم عليك يا مدام مها. صباح الفل عليك يا منى. ازاي؟ صباح الورد والياسمين عليكم حبيبتي. صباح الفل عليكي وعلى الاقصر كلها. بنشغل قناه دريم بنحس بامل والتفاؤل اول ما بنشوف حضرتك. يا حبيبتي ربنا يخليكي. والله وبابا بيحبك جدا جدا. سلمي لنا عليه. الله يسلمك. كنت حياتي لضيفك الاستاذ محمود. الله يكرمك. اتفضلي يا منى. اتفضلي يا حبيبتي. مخلصين دبلومات تجاره، هل لينا فرص عمل في الاقصر؟ هل ليها فرص عمل في الأقصر؟ معظم الفرص اللي موجودة في الأقصر مرتبطة بمشروع حرفي ومشروع تمكين الاقتصاد والاجتماعي، إن الناس تعرف تعمل حاجة خاصة بيها، لكن ما فيش وظائف حقيقية بس في مشاريع يا منى تستفيدي منها. احنا هنشرح لأن واضح إن الستات بقى مصحصحة معانا النهاردة وعايزين يسألوا. معانا إيناس كمان من هنا. السلام عليكم. إيناس. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك أنا كلية تعليم صناعي قسم كهرباء. لا مش سامعاكي يا ايناس. كليه تعليم صناعي قسم كهرباء. كليه تعليم صناعي قسم كهرباء. اتفضلي. تقدير عام امتياز. تقدير عام امتياز ما شاء الله عليكي. اتفضلي يا حبيبتي. انا رحت منطقه توظيف في جنة بس ما ردوش عليا ولا اي حاجه. قدمت في كل حاجه ما حدش رد عليا لحد دلوقتي. طيب سيب لنا رقم يعني. طب بس استني ما تقفليش بس عشان في حد هياخد رقم تليفونك بس نوصلك باشمهندس محمود. بالظبط كده. بالظبط. تمام. طيب فكريه من القاهره. مدام فكريه. نعم. انت على الهوا. صباح الفل. صباح الخير. اتفضلي. ايوه بكلم حضرتك. انا بعرف اخيط وكل حاجه. عايزه تستفيدي من مشروع التمكين. ايوه. عندك مكن ولا لسه هيوفروا لك مكن؟ لا انا عندي المكنه وكل حاجه بس انا بخيط ملايات وحاجات بس عايزه الحاجه اللي انا اعملها تشتغلي بيها. والنبي وطي التلفزيون عشان اعرف اسمعك ارجوكي. وطي التلفزيون يا مدام فكريه. انا وطيتها والله. طيب يا حبيبتي اتفضلي بقى قولي عايزه ايه باشمهندس سامعك. ايوه انا دلوقتي بعرف اخيط وكل حاجه وبقعد على مكنه وعندي المكنه. بس انا مش بعرف اوزع الحاجه اللي انا بعملها. طيب مش بتعرف تسوق يعني برضو يعني لو سمحتي احنا محتاجين بيانات الناس دي لان هي احنا بنتعاقد مع. ما تقفليش يا ايناس يا منى صح؟ الو ما تقفليش طيب لو سمحتي. هي لو سمعانا لو شايفانا دلوقتي انا بقول لها اتواصلي مع المجلس وادي بياناتك بالكامل للي هيرد عليكي من مجلس التدريب الصناعي. احنا تعاملاتنا مع الجمعيات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني كبيره جدا. هم منتشرين بشكل غير عادي وهم اللي بياخدوا على عاتقهم فكره التسويق والمتابعه علشان يضمنوا ان الناس ديت تعرف فعلا تدخل دخل ليها. فاحنا في كل هي عندها كده بتعرف تعمل كل حاجه بس عايزه تسوق. بس عايزه تسوق. بالظبط. خليها تتصل بينا وهنقول لها مين ممكن ياخد المنتجات او يساعدها في التسويق في المحافظه اللي هي موجوده فيها. طيب وهنشرح ده تاني لكل السيدات اللي كلمونا ايناس ومنى ومدام فهيمه وكل الناس اللي اتصلوا بينا. هنشرح لهم بالظبط يعملوا ايه ويروحوا فين. ما تقلقوش يعني تابعوا معانا واحنا طيب ناخد صبحي من كفر الشيخ. استاذ صبحي. ايوه. ايوه يا فندم. صباح الخير. اتفضل. صباح الفل. صباح الفل يا فندم. اتفضل. كنت عايز اكلم الاستاذ محمود بعد اذن حضرتك. باشمهندس محمود مع حضرتك. اتفضل اساله. استاذ محمود حضرتك انا من كفر الشيخ وانا المعاق عندي بتر فوق الركبه. تمام تمام. كنت عايز بس لو فرصة عمل ينفع اجي عندكم حضرتك القاهرة اقدم او اشوف اي حاجة كده يعني. انا سني 32 سنة حضرتك. ينفع جدا ينفع جدا. ولو حضرتك يعني يصعب عليك انك تيجي بنفسك للقاهرة كل اللي طالبينه من حضرتك فقط انك تتصل بالتليفون وتسيب بياناتك للي هيرد عليك من مجلس التدريب الصناعي وتقول له انا عايز المشروع الخاص بتوفير 1000 فرصة عمل لذوي الاعاقة. هيكتبوا كده على الابلكيشن بتاع حضرتك او على النموذج بتاع حضرتك وهيشوفوا هيسالوك كام سؤال كده مرتبط بنوعيه الاعاقه وبقالها قد ايه والكلام ده
وبعدين هيرجعوا يشوفوا المتاح من الشركات اللي موجودة عندنا ويتصلوا بحضرتك يشوفوا إيه اللي ممكن أقرب مكان حضرتك تستطيع أنك تشتغل فيه، أقرب مكان لسكنك، ولو ما كانش هيوفروا لحضرتك شغلانة بتوفر سكن للمغتربين. بس القصة أنك تتواصل مع حد من المجلس عندنا، أو تاني الرقم هو 25-29-5300. تمام يا أستاذ صبحي، وهناخد بياناتك وهنتابع معاك. معانا أحمد من السويس. أي إن شاء الله يا فندم. أي فندم اتفضل. حضرتك يا فندم من السويس وخريج، أنا أولا أنا والده. فابني إن شاء الله هو واخد ضمن تولد صناعية من السويس 2011. لحد وقتنا هذا ما فيش أي حاجة خالص، وعمل كل يعني قدم في كل حتة في السويس ما فيش حاجة، ما فيش استجابة. فدلوقتي أنا مش عارف إيش عايزين نعمل بصراحة حضرتك. يقدم خليه يتواصل برضو معانا في مجلس. انا عايز اطمن الناس اللي بتتصل، بس المشكله يا جماعه مش في الوظائف، يعني انا بكلم حضرتك اخر تنقيح بعد الملتقيات اللي عملناها وبعد الناس اللي خدت الوظائف اللي كانت متاحه عندنا، ما زال عندنا لحد الان في مجلس التدريب فقط 26,000 فرصه عمل، مش لاقيين لها ناس. فاللي عنده هو تواصل، هي قصه بس بالظبط انهم مش عارفين يعني الفرص العمل موجوده، بس المشكله ده دورنا بقى، يعني حضراتكم بتعملوا كل المجهود ده، واحنا بس حلقه الوصل ما بينكم وبين الساده المواطنين اللي بيبقوا محتاجين. انا عايزهم يتصلوا بس بالمجلس التدريب الصناعي ويسيبوا البيانات ويقولوا هم ظروفهم ايه وعنوانهم وارقام تليفوناتهم وازاي نقدر نتواصل بيهم، وكل طلباتهم اللي هم عايزينها يقولوها. الناس صبوره جدا وتاخد كل البيانات. هنزل لكم كل الارقام والاماكن وكل حاجه في اخر الحلقه باذن الله، تابعونا. بس معانا ام رضا من الشرقيه. ايوه يا فندم صباح الخير. صباح النور عليك. اتفضلي. انا ترزيه بقالي 50 سنه وقاعده فاضيه مش لاقيه لي شغله، وعندي مكان كتير جدا وعندي سرفله وعايزه اعمل من تجيبوا لي القماش وتاخدوه ومتقفل. بتقول جيبوا لي القماش اصنعه لكم ومتقفل، بقص عايزه خامات وناخد القماش حاجات مصنعه. ما شاء الله عليك يا ام رضا. تمام. هو الحقيقه في مبادره، انا ترزيه بس مش عايزه بقى الشغل اللي هو تقيل عشان ما معيش صناعيه. انا اللي هعمل تقوم السراير اللي هتدوه لي هاصنعه لكم وتستلموه مني تاني. بيتكلموا على التلفزيون اهو. حاضر. مش عايزه مكن ولا عايزه خيوط ولا عايزه اي حاجه غير الاقمشه وتستلموها مني. هي عايزه اخد اجر تقفيل وتسويق. مكانها فين يا فندم؟ مكانك فين معلش يا ام رضا؟ انا في منيا القمح. منيا القمح شرقيه. خدي العلوات. طب استني ما تقفليش، هناخد منك على فكره. يعني هي يعني لما تبتدي تستفيد من المشروع. لا احنا كده لازم نشرح بقى المشروع يا باشمهندس لو سمحت. هتبقى عندك اكيد بعد كده صنايعيه. هي عايزه بس شغل خفيف في الاول عشان ما هاش حد يساعدها، هي اللي هتشتغل. واضح ان هي يعني متمكنه من الشغلانه بتاعتها وعندها كل حاجه، مش عايزه اي حاجه غير عايزه مشى بس وهي نيجي ناخدها نشتريها. انا عايز اقول لحضرتك يعني ده نموذج رائع جدا للبرنامج عامله اتحاد الصناعات المصريه الحقيقه. وكان المهندس محمد قاسم هو كان المبادر بهذا الموضوع، اللي هي وظيفتك جنب بيتك، وظيفتك جنب بيتك غير وظيفتك جوه بيتك. دي حته ان احنا الشركات الكبيره بالذات في صناعه الملابس الجاهزه هتروح وتدي الاقمشه لشباب وفتيات يشتغلوا عليها في اماكن تواجدهم، في مركز هيتعمل كبير جنبهم او وحده انتاجيه كبيره، وبعدين يرجعوا ياخدوا المنتجات بتاعتهم ديت ويكملوا الفينش بتاعها في المصانع اللي موجوده. وبالذات في الشرقيه، لان حضرتك عارفه العاشر مليان مصانع بالزبط. بهذا النوع. فدي مبادره. تمام. موجوده اوريدي يعني عندنا موجوده. ام رضا على فكره انت ما عندكيش مشكله غير بس مشكله التواصل. التواصل يعني بالظبط كده. فهي لو تواصلت معانا نعرف نوصلها. ما شاء الله ثقتها في نفسها بتخليني انا كمان حاجه اشتري منك ان شاء الله. ام رضا معانا اسلام من اسكندريه. ايوه فندم معانا. ايوه فندم اتفضل. صباح النور يا فندم. اتفضل علي صوتك شويه بس عشان نسمعك يا استاذ اسلام. لو سمحتي، انا عندي اعاقه وعندي 28 سنه. 28 سنه. ايه نوع الاعاقه يا فندم؟ اعاقه حركيه. حركيه تمام. ولغايه دلوقتي ما تعينتش حضرتك، يعني كل ما اروح في اي جهه من الشغل ما تعينش. خليك معايا ثانيه واحده باشمهندس معاك. لو سمحت يعني تواصل مع مجلس التدريب الصناعي من خلال المبادره الحاليه دلوقتي اللي هي بقياده اتحاد الصناعات المصريه.
هنعرف نوفر لحضرتك وظيفة طبقا لظروف حضرتك والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل. احنا بادئين بألف زي ما قلنا، وان شاء الله بإذن الله تلاقي لحضرتك فرصة في الألف وظيفة المتاحة حاليا. فلو سمحت تواصل مع المجلس واديهم بياناتك بالكامل وبيانات الإعاقة اللي عند حضرتك بالتفصيل، وان شاء الله بإذن الله هنرجع لحضرتك في أقرب وقت أول ما تتوفر فرصة من الألف. تابع معانا لو سمحت يا أستاذ إسلام. معانا منال من اسكندرية. أمال صباح الخير. أمال عفوا، ازيك يا مدام أمال؟ اتفضلي. صباح الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله، صباح الفل عليكي. ازي الدفء اللي معاكي؟ صباح الخير عليكم. الله يبارك فيك. لو سمحتي، انا عندي 49 سنه ومعايا دبلوم تجاره وقاعده في البيت ما بشتغلش. كنت بشتغل قبل كده 10 سنين في مدرسه خاصه سكرتيره، وبعدين قعدت بقى، اولادي اتجوزوا وقاعده فاضيه، فعايزه اشتغل وعندي طاقه وعندي يعني وصحتي كويسه الحمد لله يعني. ما شاء الله ما شاء الله يا فندم، ربنا يديك الصحه. ربنا يزيدك يا رب ان شاء الله وخليكي معانا. احنا بنشرح دلوقتي كمان المشروعات الخاصه بالسيدات، وبحييكي يا مدام امال وبحيي كل ست كلمتنا النهارده مفعمه بالطاقه والحيويه وعايزه تشتغل فعلا وعايزه تعمل حاجه فعلا. ألف تحية مننا لكل سيدة كلمتنا النهاردة عندها يعني كل الحماسة يعني معنا. كل الطاقة دي ان هي تشتغل. معانا كريمة من هنا. ألو كريم، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي، أخويا دبلوم تجارة وملكيش شغل لغاية دلوقتي، ليه 30 سنة. عنده 30 سنة؟ أيوه. فئنا صح؟ أيوه. طيب اي استفسار؟ لا خالص، هي تتواصل مع المجلس يا فندم، ده بالذات في انا احنا في عاملين شغل كتير جدا في انا الحقيقه، بالتعاون مع مركز دندره الثقافي، يعني هو الحقيقه اللي بيتابع شغلنا كله في انا او في الصعيد بشكل عام. فهي بس تتواصل مع المجلس، هي زي ما حضرتك تفضلتي وقلت، هي الناس مش عارفه، الناس متخيله بالظبط. فاتمنى ان اللي عايز يشتغل او يشغل ابنه او بنته ايا كان ظروفهم يتواصل مع المجلس، والمجلس في اقرب فرصه هتتاح وظيفه تتوافق مع متطلباتهم هيتصل بيهم فورا. بالاضافه ان احنا بندرب الناس قبل ما بنشغلهم من غير ما يتحملوا اي تكلفه التدريب. فيتواصلوا معانا وان شاء الله باذن الله نوفر لهم فرصه في اقرب وقت ممكن. طيب انا عندي برضو يا فندم سؤال على موضوع التدريب. انتوا بتعملوا تدريب كتير جدا، والجهات اللي بتتعاون معاكم ايضا بتدرب العماله سواء شباب فتيات ذوي اعاقه او غير ذوي الاعاقه. انا هنا فين التعليم الفني يا فندم؟ بتتعاونوا فين مع، معلش انا اسفه يعني، ما انا كان لازم اجي. انا مش قصدي حاجه والله يا استاذ. لا ما انت حضرتك لازم تقولي بصراحه. هكون صريح معاك. عندي التعليم الفني بقالنا 100 سنه بنقول اهتموا بالتعليم الفني، التعليم الفني هو المستقبل، التعليم الفني كل الدول المتقدمه في العالم بتهتم فيه. التعليم الفني مش عيب، علشان كفايه بقى ان احنا نبص للتعليم الفني ان هو اقل درجه من التعليم الثانوي العام. فانا هو محتاجه. نعم. انا محتاجه هو محتاج حلقه كامله الحقيقه، اذا ما كانش اكتر من حلقه عشان نتكلم على التعليم الفني بصراحه. بس يعني، لكن هو في محاولات ما نقدرش ننكرها، يعني في محاولات قويه جدا جدا على مدار السنوات السابقه، وبالذات بعد الثوره وتغير الوزراء المختلفين وتغير رؤساء قطاع التعليم الفني في الوزارات او النواب. لكن المشكله الموضوع هياخد وقت. انت عندك 2 مليون أبدأ طالب. ابدا بس ماشي بس القصه مش عشان نبدا، ابدا عشان احس ان يعني خطوه بتتم وخطوه تانية وخطوه ثالثه. طيب ممكن ادي حضرتك، مش هقعد اقول الموضوع هيبتدي. انا عايز ادي حضرتك رقم صغير والمشاهدين يشاركوني فيه، رقم بسيط جدا يبين حجم المشكله علشان لما نيجي نتكلم عن هذا الملف المهم والخطير. الرقم ده بيسموه ايه؟ تكلفه الطالب في الساعه. الدول اللي كلها بتقارن نفسها بيقول لك انت عندك كام طالب، الطالب دوت بيحضر كام ساعه في السنه، وبتصرف عليه من تمويل الدولة قد إيه، فبتقسم ده على ده يطلع لك تكلفة الطالب ساعة. باختصار شديد عشان ما عطلش وقت الجمهور، تكلفة الطالب في الساعة في التعليم الفني ل 2 مليون طالب 58 قرش. تكلفة الطالب في الساعة. طيب 58 قرش. 58 قرش. طيب هو إيه البنش مارك؟ هو لما نيجي نقارنها، هو العالم المتوسط العالمي كام؟ 300 دولار. تاني، إحنا تكلفة الطالب ساعة عندنا كام؟ 58 قرش. تكلفة الطالب ساعة متوسطة العالمي 300 دولار. وبالتالي الحجم بقى، أنا بقولش كده ليه؟ لأن مهما حاولتي ومهما جم وزراء أكفاء وجي نواب ووزراء هايلين ورؤساء قطاع التعليم الفني، لابد من تمكينهم
من حته ان معاهم تمويل يستطيع ان هو يغير، لو ده مش متاح هيبقى التغيير صعب جدا. ولذلك مكان زي مجلس التدريب الصناعي موجود ليه؟ لان مخرجات العمليه التعليميه من التعليم الفني ما بتديش سوق العمل اللي هو عايزه، فلازم يبقى في حد يعمل بريدجنج، لازم يبقى في حد يعرف يعوض او يقفل الفجوه ما بين احتياجات سوق العمل وما بين خريج التعليم الفني، فيديله تدريب سريع تمام شاطر. عشان انا هنا عندي الخلل في الـ في الـ في النقطه دي، على فكره هو الخلل كله جاي من النقطه اللي حضرتك قلتها دي، مهمه جدا. طيب معانا شيماء من القاهره. شيماء، شيماء حاولي تكلمينا تاني معانا. طيب يا جماعه بس انا عارفه ان في ضغط كتير على التليفونات النهارده، حاولوا تتصلوا بينا معلش، احنا هنحاول ناخد اكبر قدر من التليفونات، او تبعتوا لنا على 9 11 72 هنرد عليكم على الاس ام اس بتاعت البرنامج. معانا نعمه. الو نعمه. الو ايوه يا نعمه، ازيك؟ الحمد لله. اتفضلي انت على الهواء. عايزه اقول لحضرتك قولي. انا معايا بكالوريوس حقوق وقدمت في النيابه الاداريه وما قبلتش، ومعايا طفلين وما بشتغلش، عايزه شغل. عايزه اي شغل ولا في النيابه؟ طب تابعينا يا نعمه. محمد من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. فكره من دول احتياجات القصه كنت عملتهم داخله مع عقار كده. مش سامعين حضرتك كويس استاذ محمد. حضرتك انا من دول احتياجات القصه. وبدور على فرصه عمل، يعني سني 30 سنه ومتزوج. حضرتك متزوج وعمرك كام؟ 30 سنة. القاهرة. طب خليك معانا كده، اتفضل يا باشمهندس. لو سمحت يا استاذ محمد، لو سمحت تواصل مع المجلس التدريب الصناعي واملى الاستمارة على التليفون من غير ما تتعب حضرتك، املى الاستمارة على التليفون، واحنا ان شاء الله نوفر لحضرتك فرصة في الالف فرصة عمل اللي اعلن عنها اتحاد الصناعات امبارح بالامس، وباذن الله يعني فترة وجيزة جدا نقدر نأهل حضرتك في مركز تدريب وتحصل على وظيفة في الشركات اللي عارضة هذه الوظائف. طيب معانا عادل من البحيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عادل من البحيرة يا فندم، عايز أشتغل. عايز تشتغل؟ إيه، أنا كنت شغال في ورشة بلاط ووقت البلاط وقف وكده. طيب استنى خليك معايا كده. طيب كمل كده يا فندم. بقول لك انا كنت شغال في ورشه بلاط، فالورشه البلاط وقفت لان البلاط وقف وبتاع، فعايز فرصه عمل نشتغل انا. تمام باشمهندس معاك. تواصل يا فندم لو سمحت، اتصل نفس الرد الحقيقه، يعني تواصل مع مجلس التدريب الصناعي هياخدوا بيانات حضرتك، وفي اول ما هتلاقي فرصه موجوده جنب مقر السكن بتاع حضرتك او في مكان اخر بس يتناسب مع المهارات اللي عندك، هنتصل بحضرتك فورا ان شاء الله، وان شاء الله تلاقي، يعني بالذات الحاجات الحرفيه دي اسهل بكتير. أسهل من واهم, إن وأهم طبعا الواحد بيصعب عليه جدا، يعني مطلوبه هو اكتر، يلاقي حد عنده حرفه زي دي. مظبوط وقاعد في البيت ما بيشتغلش. ده احنا في مره من المرات كلمنا حد قال لنا انا عايز 5 كده كل شهر ادربهم بس، مش عايز لا اي حاجه، لا ده عشان يشتغلوا معايا. مش يعني الواحد فعلا بيتضايق جدا لما بيكون في قله تواصل ما بين الجهه اللي المفروض تشغل الناس دي وما بين الناس اللي عندهم الحرف والصناعات اليدويه دي، مهمه جدا. طيب معانا محمود من الجيزه. استاذ محمود اتفضل. يا فندم انا طلب فرصه عمل، انا من ضمن احتياجاتي الخاصه ايوه، وعامل عمليات في رجلي ومش قادر يعني اشتغل شغل في البر. تمام. عندي 20 سنه. عندك 20 سنه. تمام. حضرتك هتتواصل بس معانا وما تقفلش بعد اذنك عشان ناخد بس رقم تليفون. طيب سلوى من البحيره. سلوى حاولي تكلمينا تاني، معلش في ضغط على التليفونات، انا اسفه، ويعني حاولوا بس تتصلوا بينا تاني، احنا هناخد اكبر عدد من التليفونات. طيب السيدات بقى اللي كلمونا النهارده معلش، ولازم نشرح لهم مره تانيه كده يعملوا ايه. وحضرتك بتقولي دلوقتي اللي هم بيشتغلوا الحاجات اللي في ايديهم، خصوصا الناس اللي اتكلمنا من هنا واسوان بيبقى عندهم مواهب خاصه كده، يعني عندهم ده حقيقي يا فندم. عايز اقول لحضرتك ان ال 20,000 اللي احنا دربناهم السنه اللي فاتت في التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وده طبعا من خلال الدعم الاماراتي، دايما لازم اذكر المشروع المصري الاماراتي. وصلنا الاعداد دي
اكتر من 60% منها في الصعيد، وكان الابداع كله كان هناك. مستيدات. اه مستيدات 60% منهم كانوا من الصعيد ومبدعين جدا، يعني مبدعات يعني جدا. المشروعات الأربعة اللي احنا بنشتغل عليهم، مشروع خاص، مشروع اللي هو انا رائدة، ده خاص، ده لسه جديد اول مره السنه دي نعمله. طب اسمعوا بقى كل الستات والبنات اللي كلمونا النهارده. ده مشروع خاص جدا للسيدات اصحاب الاعمال اللي عندهم بيزنس خاص ولو صغير جدا، بس بقاله سنه او سنتين ومحتاجين حد يطورهم ويساعدهم وياخد بايديهم عشان مشروعهم يكبر ويتطور وهكذا. عن طريقنا بنعمل منتورينج او نوع من انواع الدعم الفني والمهاري ليهم خلال فتره من الزمن 6 شهور، في الاخر نستطيع ان احنا نوفر لها ونمهد لها الطريق انها تنمو والبزنس بتاعها يكبر. المشروع 3 مشروعات الاخرى زي وظيفه جوه بيتك اللي احنا اتكلمنا عنه، او احياء الحرف التراثيه اليدويه والتراثيه، او قرية واحدة منتج واحد. دول مين اللي بندي أساسا؟ بندي الكورسات التدريبية مكثفة جدا للسيدات في أماكنها، وبنقدر نسوق لهم المنتجات بتاعتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، أو إن إحنا نشارك معاهم في فتح وحدة إنتاجية في المكان اللي هم متواجدين فيه. جميل. ويقدروا يتكسبوا منه. والحقيقة في نماذج رائعة جدا من سيداتنا وفي حتت بعيدة جدا يعني اثبتوا وجودهم بشكل غير عادي يعني، فهم طيب. ستاتنا ما شاء الله عليهم يعني. لا يعني ما انا عشان كده عايزه اشجعهم اكتر يعني. نعم. طيب معانا سلوى من الجيزه. الو سلوى، وطي التلفزيون. الو وطي التلفزيون عشان اعرف اسمعك كويس. طيب حاضر لحظه واحده. الو التلفزيون عشان اعرف اسمعك كويس. الو اتفضلي يا مدام سلوى. والله انا ابني في معاه بكالوريوس تجاره شعبه اداره اعمال. وطي التلفزيون يا مدام سلوى لو سمحتي. موطيها حضرتك اهو خالص. طيب بقول لحضرتك ابني معاه بكالوريوس تجاره شعبه اداره اعمال في 2010، يروح مكتب التوظيف ياخدوا منه فلوس وما ما بيسالوش فيه، يقولوا مثلا احنا اكتب الاستماره ادفع 20 جنيه ادفع 100 وعلى كده، وما بيسالوش فيه بعد كده لاي توظيف، ولا بيقولوا انا اتصل بيك وما بيسالوش بيه. المقابله يوم كذا وبرضه بيستنى ان هم يتصلوا بيه او يتواصل معاهم علشان خاطر يروح في شغل، ما فيش فايده وهو بتلاقي شغل خالص. اداره اعمال تواصل، خليها تواصل يا فندم، يعني خليها تواصل يا فندم مع المجلس، لان هو في وظائف كتيره. يعني انا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي موضوع التواصل ده او الناس تعرف، دي مشكله كبيره. ما منين انا بوفر 6500 وظيفه او 10000 وظيفه في الملتقى بتاع اسكندريه وجالي 2700 واحد فقط؟ فهي الناس عندي وظائف كتير جدا، عدد وظائف اكبر يعني عدد اكتر بكتير من اللي بيجوا. فاحنا اللي عايز يلاقي وظيفه، اللي عايز يشتغل هيلاقي له وظيفه ان شاء الله. القصه كلها بس ان احنا نسيب بياناتنا بنعلن بالكامل طيب. لمجلس التدريب الصناعي وهنوفرها لهم ان شاء الله. حضرتك معلش معانا نجلاء من القاهره. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضلي يا نجلاء. ماشي. ايوه صباح الخير. صباح الخير. ايوه انت على الهوا يا نجلاء، اتفضلي. انا مؤهل عالي وعايزه تتدرب على الخياطه والحاجات دي وعايزه عشان تعمل مشروع، فهي مش عارفه تعمل التدريب ده فين. لا لا تجي لنا يا فندم طبعا، ده هي ده احنا بندور على الناس ديت يعني، تجي لنا مجلس التدريب الصناعي. انا مش عارفه يعني تروح فين، هي مش عارفه تروح فين. احنا مقرنا في المعادي، احنا مقرنا 2 شارع 164 في حدائق المعادي ورا المحكمه الدستوريه العليا. تشرفنا. 2 شارع كام بس معلش تاني؟ 2 شارع 164 في المعادي. ورا المحكمة. ورا المحكمة الدستورية العليا. تمام. تشرفنا وهتلاقي ان شاء الله باذن الله حد هيساعدها 100%. وهنقول العناوين دي تاني. حاضر يا مدام نجلاء. معانا احمد من السويس. احمد من السويس يا فندم. اتفضل يا فندم، صباح الفل. احمد بن ملا صاحب شركه ايركو الخدمات البتروليه. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. حضرتك انا طرحت مشروع عشان تشغيل الشباب في منطقه السويس ومنع التسول والبلطجه والحاجات دي كلها، لان الشباب كلها اللي معايا شهادات متوسطه او شهادات عليا ومفيش في ايده عمل، هاخده من القوى العامله او مكتب العمل وانا اللي هعمل مشروع اعمله هنا. وعرضت المشروع ده على رئيس مجلس الوزراء لغايه ما قبلش اي صدى. تدريب الشباب كلهم شباب وشابات
المهن الحرفيه كالصناعه لحام ضغط عالي او براد او ميكانيك او سنكري او زوك او خشب او نجاره والبنات شايل ترجوع وعملت المركز قلت هعمله على نطاقتي الخاصه ما لقاش لغايه دلوقتي اي صدى ولا من محافظ البلد ولا من الوزاره. ازاي الكلام ده يعني؟ طب مش يعني يا باشمهندس يعني ارجو لو الكلام اي حاجه مقدم مشروع كامل او متكامل هي القصه كلها انك اوكي هندرب ماشي بس المهم هنلاقي وظيفه ولا لا. لو حضرتك شايف ان الوظائف متاحه في السويس للمهن اللي حضرتك هتدرب عليها الشباب او الخريجين يعني احنا طبعا نتعاون معاك المجلس ده شغلنا. ف احنا هنستاذنك يا فندم ناخد رقم لو سمحت بس. لو سمحت يعني هو عنده استعداد يعني ده شيء رائع ده وهو نتمنى. عايز يشغل اهل بلده يعني دي حاجه ما حدش يرفض ذلك ابدا طبعا دي فرصه هايله يعني بالظبط يعني دي فرصه طبعا. طيب هرجع تاني فندم لحضرتك بتقولي برضو قصه التعليم الفني وان ان الموضوع بياخد وقت وانتوا بتدربوا ناس وكده. نعم. انا عايز اركز معلش على النقطه دي اللي مسؤول عن الكلام ده بتتواصلوا معاه ازاي؟ لا احنا على تواصل دائم ده تقريبا شبه اسبوعي لازم نتقابل مع الدكتور احمد الجيوشي نائب وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني هو نائب الوزير لقطاع التعليم الفني او سياده اللواء محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني لان هم يعني هم لازم يشوفوا احنا بنعمل ايه علشان يحاولوا يطوروا عندهم علشان المخرجات بتاعتهم او الطلبه اللي بيتخرجوا من عندهم في التعليم الفني ابقى انا مش محتاج ادربهم فبيقول لي انت بقى بتدرب عليها هو بيتعلم وبعدين يخرج لا انا محتاج تدريب بالظبط كده. طب انت كنت بتتعلم ايه انت كل السنين اللي فاتت؟ عشان كده بقول لحضرتك انا تعليم فني يعني كله ما يعني مبني على العملي مش النظري. انا مشفق عليهم جدا زي ما بقول لحضرتك لان المسؤوليه مش سهله المسؤوليه كبيره جدا جدا والعدد مش قليل العدد كريم 2 مليون طالب ده رقم كبير جدا ده اكبر من حجم دول حوالينا يعني حضرتك عارف ان ال 2 مليون دول يعني ممكن يقوموا جزء كبير قوي قوي في البلد ده يقوموا البلد كلها يا فندم ده مش جزء ده طبعا يعني طيب يعني هنرجع للموضوع ده تاني مش هنسكت على فكره. احمد من القاهره. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت كنت بسال على وظيفه مش لاقي اي وظيفه شغل خالص. انت منين يا احمد؟ منين؟ من القاهره. يعني مش يعني انا طبعا مع احترامي كبير ليك بس انا مش مصدقك قوي يعني مش عارف ليه بس انا مش لاقي وظيفه دي ازاي مش لاقي وظيفه؟ ده احنا عملنا ملتقيات في الصندوق الاجتماعي للتنميه وعملنا ملتقيات في قاعة المؤتمرات وكميه الناس اللي حضرت اللي بتقابلني ان انا لسه طالب. انت لسه طالب يا احمد. طالب وعايز يشتغل وهو طالب بس طالب جامعة. طيب هو مش متاح قوي فعلا يا احمد لان هم بيحبوا ان هو يبقى عشان يستمر معاهم ويستثمروا فيه ويدربوه انه ما يسيبهمش بعد ما يحصل على الشهاده ويقول انا هشتغل في حاجه ثانيه. لكن في بعض الـ الشركات ما هياش كتيره بعض الشركات ممكن توظف طلاب لسه ما تخرجوش لو كانوا مؤهلين كفايه فياخدوهم دلوقتي علشان يعرفوا يحافظوا عليهم ما يتخطفوش في شركه تانية. فلو سمحت برضو تواصل مع مجلس التدريب الصناعي واملى الابلكيشن واكتب فيها بس ان حضرتك لسه طالب وممكن نقدر نلاقي فرصه يعني كويس يعني كويس قوي ان هو عايز يشتغل وهو طالب 100% يعني طبعا يعني حد عايز اشجعه بقى 100% 100%. ناخد جمال من المنيا. استاذ جمال حاول تكلمنا تاني. ام محمد من اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بقول لحضرتك ايه انا اتصلت اول امبارح عشان بطاقه التومين انا اسفه يعني هخرج مع الموضوع. اتفضلي. ماشي. فبرضه ورقي لسه ما نزلش هو كان قايل لي روحي هتلاقي الورق بتاعك موجود. لقيتي الورق مش موجود. طب معلش ام محمد ممكن بس ما تقفليش عشان ناخد التليفون عشان نتابع بس معاكي ونوصل لك بالاستاذ فوزي عفيفي. حاضر في وزاره التموين. حاضر حاضر يا ام محمد. طيب عايز اشرح برضو اكتر علشان قصه التعليم الفني يا فندم. حضرتك بتقول لي برضو نقطه ال 2 مليون طالب دول هل ممكن وهم اثناء الدراسه ان هم يتدربوا عندكم؟ ده حصل لما كان في وزاره اسمها وزاره التعليم الفني والتدريب. مش هيحصل تاني يعني؟ لان احنا تم لا ممكن يحصل والله يا سيد. دائما هي القصه كلها هتبقى في ايه؟ التمويل المتاح قد ايه؟ هل حضرتك محتاجه توفري التمويل ده وتستغلي التمويل المتاح عندك انك تلاقي فرص عمل للناس ولا انك تصرفيه على شباب لسه قدامه سنه ويتخرج والشباب العاطل يفضل زي ما هو عاطل؟ هي اولويات. هي اولويات ايه قبل ايه؟
بالظبط. في ظل الخلل مش مؤسسه واحده يا جماعه اللي هتحله، يعني ده خلق. انا لازم اهتم بال2 مليون ولازم اهتم بالناس اللي موجوده هنا الاثنين على حق، يعني زي بعض لازم اهتم بيهم زي بعض. ما انا محتاجاهم، انا كدوله محتاجاهم، انا عايز ان انا اهتم بيهم. ااكد على حضرتك على حته ان هي مش مسؤوليه حد واحد. اللي حصل امبارح في مؤتمر ذوي الاعاقه الحقيقه كان مبهر لي، لان كان في تضامن اجتماعي، دكتوره غاده ولي شرفتنا بالحضور، وكان في من مجلس النواب التشريعات وناس اتكلمت فيه جدا عن تشريع لذوي الإعاقة. أنا عايز يبقى ليهم في القوانين المختلفة تواجدهم فين، في قانون العمل أخبارهم إيه، قانون العمل الجديد يا ترى أخبارهم إيه، في قانون التأمينات بتاعهم هيبقى عامل إزاي، التأمين الصحي هيبقى عامل إزاي. طب المعاشات لو واحد ذوي إعاقة ووالده توفاه والله هياخد معاشه وهو بيشتغل ولا لأ، كل الحاجات دي تم إثارتها. كان مجلس النواب موجود، وزارة التضامن كانت موجودة، وزارة الصناعة كانت موجودة، تمام. فكان كل يعني الأطراف المعنية، جامعات الأهلية كانت موجودة، حاجة مطمئنة يعني إن أكيد الموضوع طالما بيتخذ فيه خطوات يبقى أكيد يعني هنوصل لحاجة، بس عايزين نسرع في الخطوات دي شوية. معانا عبد الغني من السويس. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم، صباح الخير، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا من السويس وعندي على المعاش، ومعايا ولدين متخرجين من جامعه، واحد جامعه القاهره وواحد جامعه قناه السويس. وللاسف الشديد حتى الان لم يتم تعيينهم، رغم ان انا كنت في السويس في الهجره، انا كنا شغالين تبع شركه حيوي الصلب، وقعدنا طول المده لما ما نزلناش الا 6 أشهر الحصار بس اللي مشينا من السويس فيهم، يعني انا المفروض يا اولاد معتقلين في قبل عزاء. سمعانا حضرتك؟ سمعاك يا فندم. بس انا معي ولدين اثنين متخرجين، وقاعدين واحد عنده 42 سنه وواحد عنده 29 سنه. للاسف الشديد الكبير اهو شفت له حاجه بيشتغل فيها وبياكل عيش. الصغير عاوز يتجوز وعاوز يشتغل وعاوز يعني ابن اصبر. طيب هنرد عليك، حاضر، هناخد بس تليفونات ونرد عليها مع بعض. حاضر يا استاذ عبد الغني، هنرد على حضرتك حالا. معانا ماجده من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا مدام ماجده. إيه لو سمحت، انا بسال بس على موضوع الشغل بتروجيت والناس اللي مصفيه من 2010 وما فيش شغل، يعني حضرتك مقدره من 2010 ما فيش شغل، واللي عندي اولاد ولا كده ولا زوجة في اي حاجه بيشتغل، يعني كان لحياه من الوقت بيشتغل في اقل حاجه، لو جات له حاجه لو 10 جنيه في اليوم بيشتغل وقاعدين بالايجار وكده. طب ليه حتى فيه ناس لما تروح في قطاع البترول ده لو اللي ليه محسوبيه جوه بيدخل، ففيه اللي ساعات يقول طب احنا هندخل وكده، ما فيش اي حاجه عن موضوع الشغل بتروجيت او كده، ما فيش. وكان شغال اللي هو العودات، دلوقتي يقول لها هترجع تكون مع واحد اللي هو قطاع اللي هو المقاولين. تمام. طيب انت اللي اقدر اعمله لك دلوقتي يا مدام ماجده، ان انا يعني باشمهندس محمود هيشرح، انت شخصيا تقدري تعملي ايه في البيت علشان بس تتخطي المشكله دي، لغايه بس بنشوف موضوع الشركات او شركه البترول اللي حضرتك بتشتكي منها. مي من القاهره. مي معانا؟ عليكم. ايوه يا مي، اتفضلي. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا مي. اتكلم؟ اتكلمي انت على الهواء، اتفضلي. طب لو سمحتي، انا ايوه اخويا، عايزه اقول بالنسبه لاخويا. قولي. معاه هندسه ميكانيكا يعني، وهو برضو معاه يقدم في حاجات كتير ومش لاقي شغل يعني. هو معاه لحام، دورة لحام. سامعاني؟ مش لاقي شغل، يعني عنده الشهادة دي ومش لاقي شغل. بس انا اقول لحضرتك حاجة، يعني بالذات موضوع اللحام ده مطلوب جدا، يعني مفيش حد اتدرب عندنا في كورسات اللحام وما اشتغلش الحقيقة. وعايز برضو ادي بشرة للناس بالذات الموضوع الخاصة بالميكانيكا واللحام، ان وزارة الاتصالات عاملة مشروع كبير جدا لقرى ذكية في المحافظات. وتم الحقيقة امبارح تم الاتصال بيا من هيئه تنميه تكنولوجيا صناعه المعلومات، ان هم عايزين في 1400 لحام علشان انشاء المراكز التكنولوجيه، سوري، المناطق التكنولوجيه الجديده. خليها تتواصل مع مجلس التدريب الصناعي. هو القصه ان احنا عندنا حاجات كتيره جدا بتفتح، والناس والهيئات ابتدت تثق في المتدربين بتوعنا، فاحنا عندنا فرص كتير قوي. واللي مش هنقدر نتواصل معاه بكره ولا بعده، ممكن نتواصل معاه بعد اسبوع او اسبوعين اول ما يبقى في طلبات متاحه تتوافق مع المهارات اللي عندهم. خلوا الناس اللي بتبحث، الناس اللي بتدخل على الويب سايت او بتتواصل بطريقه التليفون مثلا، بتتصل بخط ساخن او كذا. احنا دايما، معلش يا باشمهندس ما تزعلش مني، كان في اماكن ثانيه دايما تسيب ارقام كده وايه ما يردوش، الناس تتصل بينا يقولوا لنا دول سابونا على التليفون كتير. مصبور. دول ردوا علينا مره وبعد كده قالوا لنا خلاص ما حدش رد، اكلمنا تاني. تمام. الموضوع اصلا عايز مش عارف واسطه
عارف حاجات كده بتحبط الناس، فعايزه اطمنهم يا فندم. والله انا عايز اطمنهم جامد، لان بقول لحضرتك ان الوظائف المتاحه اكتر بكتير من الباحثين عن عمل المقيدين عندي. يعني انا ما عنديش في الداتابيس، ما عنديش في قاعده بياناتي باحثين عن عمل يتجاوزوا 6000 واحد، 6000 واحد فقط، وعندي 26000 فرصه عمل. هو للاسف الناس اللي قلنا عليهم في الاول اللي بيتكلموا كتير غطوا على الناس اللي تمام. ومش بس كده يا فندم، ال 6000 دول احيانا كتيره جدا. بتعملي ايه اللي بيتعبنا في مجلس الصناعي؟ انا اسف اني هقول كده بقى، ان احنا بنوفر فرص عمل فعلا للشباب، وبعدين يجي شباب يقول لك لا والله انا اصلها بعيد عني شويه. طب انت هتتعب امتى؟ هتتعب امتى؟ يعني كنتش تتعب وانت صغير؟ لا انا مش حاببها قوي، لا اصلا انا حاسس انها مش زي اللي انا عايزه. يا عم طب ابتدي الاول وبعدين اشتغل، ولما يجي حاجه تانية افضل ابقى انقل فيها، بس ما تقعدش في البيت. ففي برضو عزوف من الشباب عن برضو عايز حاجه متقيفه ومتسستمه عليه. فاحنا بنعاني علشان نعمل حد، نودي حد فعلا. حضرتك عندك حق في النقطه دي، يعني دي حاجه مهمه جدا، يعني هنكررها تاني، واحنا يمكن اتكلمنا فيها قبل كده، ان يعني انت حقك انك تشتغل طبعا بشهادتك وتشتغل بامكانياتك، بس كمان حقك انك وحق الدوله عليك، وحقك انت كمان انك تشتغل حتى لو الموضوع مش مناسب قوي، احسن ما تقعد في البيت مؤقتا، ما تتعرض لاي حاجه تانية. انتوا كلكم عارفينها بقى، مش هنقعد نعيد ونزيد في الكلام تاني. معانا منى من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معلش انا عايز اخرج عن الموضوع، بس انا بتكلم على حاجه تخص وزاره الاسكان. وزاره الاسكان، الله يقول لي بسرعه. انا كل يوم بتصل من الساعه 9، يقول لي اتصل كل يوم عشان يحولوني من على بنك اللي هو التجاري الدولي ده، يقول لي تم الرفض بسبب المهنه عشان جوزي سواق تاكسي، يعني بشتغل كده في اي حاجه تمام. فبعدين ان هو يجي من الساعه 9 تقول لي اتصل الساعه 9، بقى لي الكلام ده بقى لي اسبوعين، اتصل الساعه 9، اتصل من الساعه 9 اديني مشغول، يفتحوا الساعه 10 وربع، الساعه 10 الا ربع يرد عليا، تقول لي لا انت كده ميعادك عدى وقدامك 3 ايام من باب التحويل، غير كده هنقفل الملف بتاعي. في تلاعب جامد جامد، يعني حرام الناس اللي زينا. انا اقسم بالله كل يوم بتصل من السوبر ماركت، وشوف لما بتكلم بياخد مني قد ايه كل يوم. طيب مفيش تقدير خالص. طب استني ما تقفليش، استني يا منى ما تقفليش. لا لمياء، لمياء معانا. ايوه من فضلك. انا ابني عنده 27 سنه، هو من ذو الاعاقه. اتفضلي. ماشي. هو معاه بكالوريوس تجاره، وانا لغايه دلوقتي هو يعني هو مشكلته في الاطراف، فهو يعني ممكن يشتغل في مدخل بيانات على الكمبيوتر. مدخل بيانات يا فندم، ده مطلوب جدا يا فندم، مدخل بيانات. او فين انا رحت وزاره القوى العامه؟ اسمه ايه بالكامل؟ اسمه ايه ابنك بالكامل؟ محمد طارق اللبان. محمد طارق اللبان. ايوه والله يا فندم انا اتمنى، بس حضرتك لو سمحتي اتصلي بمجلس التدريب الصناعي او سيبي نمر تليفون حضرتك وانا اخدها. احنا عندنا 1000 وظيفه موجوده في الشركات. بس ما تقفليش يا مدام لمياء عشان بس يعرفوا ياخدوا رقمك لو سمحتي، وان شاء الله هنلاقي له فرصه كويسه باذن الله يعني. طيب معانا سلوى. ايوه سلوى. أيوة. اتفضلي، بتكلمينا منين؟ انا اكلمك من البحيره. من البحيره، اتفضلي. بقول لحضرتك، كنت عايزه اقول للاستاذ محمود، انا دلوقتي كنت رحت في منطقه اسكندريه وقدمنا. كويس. انا ليسانس حقوق، قدمت في اكثر من مكان، وجوزي صنايع تبريد وتكييف، ومعاه ميكانيكي، ومعاه دورات على جهاز كشف الاعصاب. كويس قوي. اخد عليه دورات. فاحنا انا كان مقدم الوزاره الاستماره بتاعت وزاره الصناعه، واستماره واحده في بتاعت، كان في شركه ملاحه موجوده في المنطقه ساعتها. تمام يا فندم. المهم في حد اتصل بيه قريب وقال له عندك مقابله. كويس. المقابله يوم السبت، بس والخط ما كانش واضح خالص. انا بعرف المقابله دي فين بالظبط، اي مكان. ما عرفش يتواصل تاني معاهم، يعني هو في حد كلم حضرتك وبعدين الخط قطع فما عرفش ياخد البيانات بالكامل، ده قصد حضرتك؟ كل اللي سمعه، كل اللي سمعه اللي هي يوم السبت السبت الجاي ده. طب معلش استاذ حضرتك، السبت اللي فات من سبتين كده، فاحنا طب مش عارفين فين بالظبط. بس طيب، انا بقول هي شركه الملاحه اللي كانت موجوده في المنطقه. طيب لو حضرتك بجد تعرف توصلنا بيهم باي طريقه، لان بجد والله احنا محتاجين للشغل في اكثر. لا لا بالتاكيد يا فندم بالتاكيد. هو ليش بس عشان ناخد رقم؟ يعني ناخد بس رقم التليفون، وانا اؤكد لحضرتك ان احنا يعني حتى لو المقابله بتاعته عدى معادها، احنا نستطيع ان احنا نعمل له مقابله اخرى يعني، ونقدر نقول ليه ايه السبب، لانه ما عرفش ياخد البيانات بالكامل. ما تشغليش حالك، احنا نقدر ما تقلقيش يا مدام سلوى. حاضر. معانا محمد من الشرقيه.
ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل استاذ محمد. ايوه ابلا، انا محمد صبحي بالشرقيه، ابلا حدانه بتعاقه ولا اشتغل ولا اما ولا قادر اشتغل يعني. طيب معلش استاذن حضرتك توطي التلفزيون سنه بس. ماشي يا ابلا حاضر. معلش افهم بس. ايوه ابلا معاك. طيب طيب حضرتك من الشرقيه. ايوه تمام. وقدمت وقدمت في المحافظه ولسه معايا شهاده 5% ولسه مش يعني يقول لك لسه بعد طيب باشمهندس معلش محمد اسمه محمد. محمد طيب استاذ طيب. محمد معلش انا يعني هطلب من حضرتك طلب وانا عارف ممكن ما يبقاش مقبول بالنسبه لك بس نفسي تفكر فيه ولو شويه صغير. موضوع الخمسة في المية للعمل في الحكومة وإن كان ده حق يعني مكفول ليك بالقانون لكن ما تستناهوش، يعني لو أنت في فرصة تانية تستطيع أنك تحصل بيها على وظيفة في القطاع الخاص تدخل لك دخل كويس وتتدرب في حاجة كويسة ابتدي فيها. والله جالك رد ساعتها من الحكومة أو من المحافظة وعايز تسيب القطاع الخاص وترجع تاني ماشي، ما جالكش يبقى اسمك مش قاعد في البيت بالزبط. يبقى اسمك عندك دخل وشغال تمام. وتبقى خدت مهارات عمليه جدا يا استاذ. لو سمحت تواصل معانا ونشوف نقدر نوفر لك ايه من خلال ال1000 منحه اللي مديها لنا اتحاد الصناعات. تمام. جمال من المنيا. عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ جمال. لو سمحت والنبي عندي بنتي معاها دبلوم فني. عمرها قد ايه يا فندم؟ معاها دبلوم فني. سنها قد ايه؟ نعم سنها قد ايه؟ عندها كام سنه؟ عمرها 24. 24 سنه دبلوم فني. وطي التلفزيون يا استاذ جمال لو سمحت. عايزين نشوف لها اي شغلانه لو سمحت والنبي عشان انا راجل على المعاش ويعني تساعد شويه. يا فندم خليها يا فندم تتواصل والله مع المجلس واحنا طيب. احنا نتشرف ان احنا نلاقي لها فرصه والله بس يعني هنرد على حاضر احنا لا ما احنا هنقول ده كله بس في الاخر بس عشان الناس بتتصل كتير مش عايزه اسيبهم كتير على التليفون. طيب معانا ابراهيم من القاهره. 15 مايو. 15 مايو اتفضل يا فندم. لو سمحت عاوزين بس وظيفه لبنتي حاسب آلي. حاسب آلي لو سمحتي يعني حاسب آلي هي بس بعدين ممكن يعني انا بتصل على اساس اشوف لها وظيفه يعني. حاضر حاضر يا فندم هنقول لحضرتك تتواصل ازاي. حاضر يا استاذ ابراهيم. منال منال من اسكندريه. منال الو ايوه يا منال اتفضلي. ايوه استاذ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي الله يخليك. بقول لك انا شكوتي غير كده خالص، انا ليا شكوى مع سياده المحافظ بتاع اسكندريه. ايه المشكله؟ طيب قولي. المشكله ان انا هم عدوا من على الجبل جبل مرغم فخدوا ناس سلموهم شقق وانا لا وهم كانوا يعني معاهم فانا عايزه اتواصل مع محافظ اسكندريه عايزه حد يكلموني. حاضر حاضر حاضر. انت كنتي مقدمه يعني صح؟ لا مش مقدمه، ده انا بيتي على الجبل هم لما جم هدوا عشان يسلموا ناس هدوني الاطفال وبهدوني معوضوكيش. طيب بس ما تقفليش طيب عشان دلوقتي بس هنحاول نتواصل مع حد من المحافظه. حاضر يا منال حاضر من عينيا. طيب معانا تليفون يا جماعه. ايوه فندم. محمد من الجيزه. ايوه فندم مع حضرتك. اتفضل. بعدين حضرتك فندم انا مقدم في مشروع اللي هو بتاع دهشور، شقق دهشور للاسكان الاجتماعي. تمام يا فندم. وحضرتك البنوك بترفضني يا فندم لسبب ان المهنه سائق وكده. تمام؟ فحضرتك اي يا فندم. طب هو ده بره الموضوع بس خليك معانا ما تقفلش. ماشي يا فندم مع حضرتك. معلش عشان بس في ناس بتتصل تاني علشان الموضوع ده بس احنا يعني هنهتم بالموضوع. عصام من الدقهليه. ايوه يا فندم. استاذ عصام اتفضل. لو سمعت انا كنت بدور على فرصه عمل ومش لاقي. طب قول لنا بس التفاصيل ايه؟ مؤهلك ايه؟ عمرك قد ايه؟ أنا عندي 29 سنة. 29؟ حاول تكلمنا تاني يا عصام. إسراء من اسكندرية. أيوه. أيوه. إسراء أنت سامعيني؟ أيوه. وطي التلفزيون واسمعيني اسمعيني من التليفون طيب.
صباح الخير. صباح الفل يا اسراء. بس ما سمعتش حضرتك، انا اخويا هو مش معاه شهاده بس هو صنايعي ملابس وكده، بس مش لاقي شغل خالص بقاله اكتر من 7 سنين. اسكندريه صنايعي ملابس مهنيه وخاصه. يا فندم والله يعني ده اكيد لا في شغل طبعا، له شغل اكيد. انا عايز اقول لحضرتك يعني الموضوع مش مرتبط بشهاده، احنا عندنا في نسبه كبيره من الشركات مش عايزين حد معاه شهاده، عايز يقرا ويكتب بس، يعني يعرف يقرا ويكتب فقط. وهتلاقي ده، بس ده صناعه الملابس الجاهزه دي مش لاقي عماله خالص يعني. فلو يروحوا المجلس يا فندم، نفسي بس يتصلوا يعني لو سمحت، خليه يتواصل مع نمر المجلس عندنا وان شاء الله باذن الله هنعرف نوفره. صناعه الملابس الجاهزه بالذات بتحتاج عماله كبيره جدا جدا، فاحنا عندنا طلبات كتيره جدا من اسراء. بصي تابعينا للاخر واحنا هنقول لك العناوين وارقام التليفونات كلها، تمام؟ طيب معانا تليفون. طيب عايزه يا فندم برضو الناس، حضرتك شرحت لنا بس الموضوع الخاص بس بالمراه، عشان كده ستات كتير كلمونا النهارده وبنات وعايزين يشتغلوا، فانا يعني عايزه اعرف بقى غير المشروع، في مشاريع قريه واحده، قريه واحده منتج واحد، منتج واحد، دول بيتعاونوا مع بعض ولا ده؟ بالظبط كده. انت تلاقي مثلا قريه مميزه جدا في الكليم او السجاد، في فوه مثلا في كفر الشيخ، فانت بتعملي ايه؟ بتروحي قريه ولا منطقه؟ هي قريه. قريه قريه فوه. قريه فوه دي هي كل الناس مشهوره جدا ان هي بتاعه كليم، وبالتالي نعلم الناس هناك، كل الفتيات اللي موجوده هناك على احدث تكنولوجيا الكليم، وبندي انوال للناس الشاطره وبيقدروا يشتغلوا القريه كلها. فلو نعرف نسوق ايه، ما بيدفعوش فلوس خالص خالص. اللي عايز يشتري كليم هاند ميد، وده غالي جدا والناس بالذات السياح بيحبوه قوي، يروح ينزل القريه دي هيلاقي القريه كلها شغاله في هذا المنتج. في قريه تانية شغاله في حرفه تانية خالص، او شغاله في حاجات مرتبطه بالاكسسوارات، وتلاقي ان القريه كلها مشهوره بده. نقدر نطلع منها صنع في مصر بس في القريه دي، ونعرف نعمل له براندنج كويس. لكن بشكل عام المجلس يقدر يوفر فرص عمل، يا اما في القطاع الخاص، يا اما يديك المهارات اللي تؤهلك انك تفتح حاجه صغيره في الوسط والمحيط اللي انت فيه، تعرف تدخل لك دخل. فدي تواصل كده. في عندنا مشكله بقى، عندنا احنا كمان كاعلام، ان احنا ما بنعلنش عن القرى والاماكن اللي زي دي اللي يعني. هرجع لحضرتك تاني في النقطه دي، بس في ناس عايزه تسال بقى حضرتك اسئله. جمال من سوهاج. استاذ جمال. فرج من البحيره. ايوه فندم. اي فندم اتفضل. فندم انت قسمت الاسكندور الاجتماعي للمشاريع الصغيره والبسيطه. ايوه فندم. ايوه يا فندم اتفضل، شكوتك ايه؟ شكوتي معلش هاخد الموضوع اللي معايا كده يا فندم بس بعدين. الموضوع اللي معايا؟ يعني هاخد الموضوع اللي عايز فرصه عمل؟ مش عارفه اسمعك يا استاذ فرج. يا فندم معلش لو سمعت وطي التلفزيون. بتتكلمي فيه دلوقتي. طيب ايوه فهم. ايوه انا معاك، ممكن توطي التلفزيون بس عشان افهم انت عايز ايه بالظبط؟ موضوع التلفزيون يا فندم. طيب انت عايز تعمل مشروع؟ يا فندم لو سمحت قدمت انا للصندوق الاجتماعي للتنميه. كويس. قدم في الصندوق الاجتماعي. على طلب المشاريع الصغيره. ماشي. المشاريع الصغيره والميكانيزات الصغيره اللي هو مقدمينها. معايا يا فندم؟ حاضر. تمام يا فندم. معانا؟ سامعاك يا استاذ فرج. سامعانا يا فندم معلش استنى حضرتك. فقال لي لازم تجهز لي المكان. قال لي لازم تجهز المكان علشان خاطر تاخد ايه؟ عشان خاطر انا نساعدك ونمونك، لازم تجهز لي المكان. فتجهيز المكان بياخد مبلغ كتير يا فندم. طيب بص يا استاذ فرج، الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ده ملوش علاقه بالصندوق الاجتماعي. احنا بنوفر هنا فرص عمل مش مشاريع صغيره، المشاريع الصغيره حضرتك بتتكلم عليها دي للسيدات اللي هي بتبقى حاجات المشغولات والكلام ده اللي جوه البيت، بس حضرتك ما تقفلش عشان نوصل حضرتك بس بحد من الصندوق الاجتماعي. ناخد مروه من الجيزه. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك انا مطلقه ومعايا بنتين. ويعني وعايشين في ايجار وعايشه مع اهلي وظروفي وحشه جدا يا فندم. هقول لك تروحي فين. انت خريجه ايه؟ عمرك كام سنه؟ أنا 25 سنة وما عرفتش أكمل دراستي لأن أسرة فقيرة. أنت عايزة فرصة عمل جوه البيت؟ لا يا فندم، أنا عايزة آخد شقة يا فندم. أنت عايزة شقة مش عايزة تشتغلي؟ لا يا فندم، ومعيش أدفع مقدمة 9000 ومعيش أدفع. طب مش عايزة تشتغلي ليه؟ أنا ما عنديش مانع أشتغل بس الشغل عمره ما هيجيب لي مقدم شقة.
ايوه معايا بنتين وظروف. احنا حاضر هنساعدك موضوع الشقه، انت مش عايزه تشتغلي بعد كده يعني هتصرفي منين؟ يا فندم انا ما عنديش مانع اشتغل، بس انا بقول اللي انا عايزاه الدوله يعني انا معيش ادفع لها 9000 جنيه. انا ما عنديش مانع اشتغل. مروه انا بتمنى ان حد من وزاره الاسكان يكون سامعك دلوقتي علشان يعني يقدر ان هو يساعدك، وتابعينا لو سمحتي عشان ممكن تقتنعي بموضوع ان انت كمان تشتغلي، لان دي حاجه مهمه جدا ليكي. انت صغيره عمرك 25 سنه وقدرتك على الاستيعاب اكيد هتبقى كبيره ان انت تقدري تتدربي على مشروع او مشغولات يدويه او كده، دي حاجه مهمه جدا. طيب ام فارس من اسكندريه. الو. ايوه يا فندم اتفضلي. ازي حضرتك؟ مع الله حضرتك، بشكرك قوي على البرنامج اللي بتقدميه. ربنا يخليكي، انا بشكرك على متابعتك يا ام فارس، اتفضلي. ربنا يخليك يا رب. انا كنت بسال على فرصه في عمل ليا. ليكي انت؟ ايوه. تمام. في اسكندريه. طيب مش مهندس هي تقدر ان هي طبعا احنا بقول لحضرتك احنا كان عندنا في اخر ملتقى توظيف في مكتبه الاسكندريه كان اكتر من 10000 وظيفه وجم 2700 بس، يعني فطبعا اكيد هتلاقي فيه ليها وظائف متاحه هناك يعني، بس هي يقبلوا بالوظائف الموجوده وبعدين نتدرج بعدين، بس كبدايه لو سمحتوا خشوا الاول في نطاق العمل في الشغل ويبقى لكم دخل وبعدين نبقى صح بالظبط. طيب حسن من المنصورة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا أستاذ أنا ليا ابن بقاله الوقت من 2003 معاه بكالوريوس تعليم صناعي. تعليم صناعي؟ بكالوريوس تعليم صناعي قسم كهربي. آه. وما قعدنا بقالنا من 2003 بنسأل على وظائف، على أي وظيفة هتلاقي له أي وظيفة خالص. 2003. طيب. ماشي. تابعنا يا استاذ حسن. نادر من سوهاج. ايوه. ايوه استاذ نادر. اخويا اللي سامح حقوق. طب اسمعني اسمعني من التليفون لو سمحت، وطي صوت التلفزيون خالص عشان اسمع حضرتك كويس. اللي سامح حقوق عندي 26 سنه. من القاهره مش سوهاج. من القاهره مش من سوهاج. تمام. ماشي شكرا. نادر انت معانا؟ هو اكيد عايز فرصه تعمل. ايوه تمام. قول لنا طيب هو دلوقتي ليسانس حقوق؟ ايوه مظبوط. ومش لاقي شغل؟ ايوه. ما عندوش دوايد يعني، فعايزين نتعود بسرعه يعني. طيب حاضر يا استاذ نادر تابعنا. تابعنا لو سمحت. طيب الناس برضو في ام فارس هنا برضو اتصلت من شويه، ومروه اللي كانت عايزه بتتكلم على حاجه ليها علاقه بوزاره الاسكان، بس احنا يعني مروه ممكن تشتغل يعني وهي قاعده في البيت. طبعا 100% وبعدين تساعد نفسها وتساعد اولادها. انا في حد اتصل اسمه استاذ فرج كان بيتكلم عن موضوع الصندوق الاجتماعي. الصندوق الاجتماعي الحقيقه يعني الاستاذه سارة سليمان عامله شغل كتير قوي في الصندوق. لو هو عنده مشكله اجرائيه في الصندوق في يروح لمشروع مشروعك اللي هو تابع المحافظه اتكلمنا عنه قبل تمام؟ كده ممكن جدا تبقى اجراءاته اخف واسهل شويه، بالذات ان هو عنده اوريدي مشروع مقدمه وكده، فممكن جدا يساعدوه. ده على جانب اللي احنا بنتكلم عليه بس ردينا على الناس كلها عشان ما حدش يزعل. كوثر من البحيره. مدام كوثر زود غزال. نعم انا من زود غزال البلد. يا اهلا بيك. يا اهلا بيك. صباح الفل. صباح الفل عليك يا حبيبتي. اتفضلي. انا ابني كان عنده تصرف في العظام وكان بيقبض معاش الضمان ده وقطعوه ومقدمه له في شركه الكهربي ومقدمه له في المحافظه، والله العظيم عنده ورق في حجره هو اتورجت في البيت ومتجوزه معاه ولا. ما فيش اي مدخل خالص ولا اي مصدر رزق ليه والله. عايزه تشغليه؟ واحنا وبتاع 5% ومعاه شهاده تاهيل والله. حاضر. تابعيني. حاضر يا مدام كوثر. تقفليش بس لو سمحتي عشان هاخد منك. انا عايز ارد سريعا استاذه كوثر بس ان الدكتوره غاده والي الحقيقه امبارح اعلنت عن موضوع مشروع كرامه اللي هو بيدي دخل لذوي الاعاقه وذوي الاحتياج كل شهر، وقالت ان هي يعني بصدد انها تعممه على اكبر شريحه ممكنه من المحتاجين، فارجو ان هي تتواصل مع التضامن وزاره التضامن الاجتماعي او المكتب اللي موجود في المحافظه بتاعتها الممثل لوزاره التضامن الاجتماعي، ممكن تلاقي لنفسها دخل يعينها شويه. واحنا هنتابع معاك يا مدام كوثر. حاضر طبعا. معانا سعيد. استاذ سعيد. ايوه. اي فندم حضرتك بتكلمنا منين؟ من طنطا. من طنطا اهلا بيك يا فندم. انا عندي بنتي خريجه تربيه
2014 2015 تعليم اساسي. تمام. فعايزين اي فرصه عمل لها. حاضر. طب انا حاضر يا فندم. ساميه حضرتك ايه؟ ساميه ايوه حضرتك اتفضلي. انا عندي بنتي معاها بكالوريوس سيجاره من 2007 لحد النهارده ما اشتغلتش. انت بتكلمينا منين يا مدام ساميه؟ من القلعه حضرتك. من القلعه من القاهره يعني. طيب ان شاء الله. حاضر يا مدام ساميه تابعينا للاخر. هنقول عناوين وارقام تليفونات تقدروا يعني باشمهندس محمود هيقولها لكم تقدروا ان انتوا تتجهوا ليها وتتابعوا معانا برضو لو عايزين تتواصلوا ما لحقتوش تاخدوا الرقم. معانا سلوى من اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساكم سلام طيبين. وحضرتك طيب اتفضلي. بس انا سمعت عن المشروع من فتره وحاولت ان انا اتوصل عنه. انهي مشروع؟ تمكين المراه. تمام. انا عايزه اشغال يدويه في البيت لان انا عندي عيال صغيره ما اقدرش اشتغل بره. كويس قوي. عظيم. فحاولت ان انا اتواصل على النت ما عرفتش. ليه ما عرفتيش ليه؟ ما اعرفش كل مره بتقف معايا الصفحه في الاخر. فانا الويب سايت. مش عارفه تدخل على الويب سايت. المعادي وقدمت. هينفع ان انا مثلا ان انا اتدرب يعني في فتره اصل انا من اسكندريه ومش عارف اقعد في القاهره. لا مفيش مشكله خالص يا فندم. انت احنا عندنا تدريباتنا بتتم في كل المحافظات فما تقلقيش. يعني بالعكس يعني احنا عندي في اسكندريه. هتبقى في اسكندريه تدريبات هتتم عندنا. بس ممكن ما تقفليش اخد رقمك. خلاص ماشي. تحياتي ليك يا مدام سلوى. ام حاتم من القاهره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. انا معايا بنتي لو سمحتي متخرجه من سنه 2000 وهي لسه لغايه دلوقتي ومتضايقه ان هي لا شغل كويس ولا جواز وكده ونفسيتها تعبانه ونفسها تشتغل يعني في شركه قطاع خاص وكده بس تكون شغلانه محترمه يعني. حاضر. معاها بكالوريوس تجاره خريجه. ممكن اسال حضرتك سؤال صغير يا فندم؟ اتفضل. حضرتك بتقولي تكون شغلانه محترمه، ممكن توصفي لي الشغلانه المحترمه؟ لا يعني شركه يعني تكون كويسه يعني مستريحه فيها تامين فيها يعني ليها مستقبل كده. كويس، يكون دخلها كام مثلا؟ عشان تبقى يعني اقل حاجه مثلا. هي المهم يكون الشركه يعني كويسه دخلها يعني في الحدود المتاحه يعني اللي هو المفروض يعني الانسان ياخدها واحده خريجه تجاره وكده قسم محاسبه. تمام. تابعيني للاخر. حاضر يا ام حاتم. معلش انا بعتذر عن التدخل ده بس انا كان قصدي ان انا افهم ايه ان العمليه نسبيه جدا اللي ممكن حد يشوفه وظيفه لائقه غيره يقول لا انا ما اقبلش بيها. فبالتالي احنا اللي احنا بنتعهد بيه في مجلس التدريب الصناعي ان احنا بنوفر المينيمم اللي نقدر الناس زي ال 1200 جنيه اللي في الشهر وتامينات اجتماعيه وصحيه وانتقالات من والى شركه. هي قصدها مضمونه. هي قصدها بس يعني ما انا حسيت كده. تمام. طيب زينب من اسكندريه. الو صباح الخير. صباح النور يا زينب. من فضلك انا كنت بتصل بخصوص موضوع الشغل ده عشان انا عايزه اشتغل برضه وبعدين فتره بدور على شغل. يعني عايزه تشتغلي ايه جوه البيت يعني مشغولات يدويه وحاجات كده؟ لا مش عايزه اشتغل جوه البيت. عايزه تشتغلي في شركه؟ خريجه ايه؟ انا معايا دبلوم صنايع 2009. وطي التلفزيون. طيب وطي التلفزيون. دبلوم صنايع. حضرتك سامعيني؟ تمام. وطيتي التلفزيون صح؟ طيب معاكي دبلوم صنايع؟ ومعايا كورس حتميات من الاكاديميه البحريه. تمام. عظيم عظيم. حاضر. بس تابعينا على مراكب يعني في الجونه وفي الغردقه. طيب معانا وحيد من المحله. وحيد. استاذ وحيد. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ وحيد اتفضل. ايوه. وطي التلفزيون يا استاذ وحيد احنا سامعينك. لو سمحتوا يا جماعه اللي بيكلمنا بس لو سمحتوا يقفل صوت التلفزيون عشان يعرف يسمعنا. أيوة. كويس اتفضل يا فندم. انا بقول لحضرتك انا اتفضل. انا اسمي وحيد وليا ابن معاه دبلوم صنايع فني كهرباء. فني كهرباء وفي المحل. محمد من سوهاج. ايوه يا فندم اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معاكي حضرتك معاك محمد من سوهاج. انا خريج دبلوم صنايع. قسم كهرباء. تمام.
اوكي. انا حضرتك بدور على شغل 8 ساعات. شرفنا يا محمد. يوم 31 ان شاء الله في فندق الصفا في سوهاج ده في وسط البلد، انت اكيد عارفه يعني. طبعا عارفه. تمام. يوم 31 31 عاملين فيه ملتقى توظيف وجايبين شركات محترمه جدا وبتوفر نسب يعني فرص عمل تتجاوز 6500 فرصه، وان شاء الله تلاقي لنفسك فرصه كويسه هناك. تمام. ويا ريت تقول لاصحابك وجيرانك وكده يعني. في وظايف كتير. طيب معانا انتصار من الشرقيه. الو. ايوه. صباح الخير. صباح الفل. اتفضلي يا انتصار. لا انا ميرفت، انا عايزه اتواصل مع البرنامج لو سمحت. اسمك ميرفت؟ اه. طيب معلش اتلخبطت في الاسم. اتفضلي يا ميرفت. انا ميرفت من القاهره. من القاهره. اتفضلي. انا كنت مقدمه في الشغل بتاع تمكين المراه ده، ورحنا للتدريب 3 ايام وبعد كده ما حدش رد علينا وقالوا لنا لسه بنكون مجموعه. لا معلش فهميني اكتر، يعني ايه روحتي تدريب 3 ايام وبعدين ما حدش رد علينا؟ كانت ايه الدوره التدريبيه بتاعتك وكانت فين؟ لا كانت ابتديناها بالنظري، يشرح لنا ازاي نبتدي مشروع وازاي نبتدي مشروع و وبقيه المجموعه اعترضوا على المكان، كان المكان يعني مش عاجبهم وكده، وبعد كده قالوا هنجهز مكان وما اتصلوش بينا، وكل ما نتصل بيهم يقولوا لنا لسه. طيب انا معلش استسمح حضرتك، سيبي اسم حضرتك ورقم تليفونك واحنا نشوف الموضوع دوت ازاي تم، يعني لان عاده اللي بياخد الثلاث ايام اللي هم بتوع السوفت سكيلز بتوع المهارات الحياتيه لازم يدخل مباشره الى التكنيكال سكيلز او المهارات الفنيه. بتقول المكان مش عاجبه. ما كملتش دي. يعني ايه مكان مش عاجبه؟ مش عارف، خليني اتشيك وارجع لك تاني. بس ما انسى يكلمك بعد الهوا عشان يفهم ايه الموضوع. بالظبط. وفاء من البحيره. ايوه يا وفاء. الو. ايوه اتفضلي يا وفاء. ايوه اتفضلي. لو سمحتي انا ابني مهندس ميكانيكا. ايوه انا ابني مهندس ميكانيكا. ميكانيكا باور. تمام. وخريج 2011. ومش بيشتغل برضه، مش بيشتغل، اشتغل شويه في القطاع الخاص وما بيستغنوا عن العمال. طيب حاضر مدام وفاء، تابعينا لو سمحتي بس للاخر. ام ساره من الشرقيه. لا ام ساره من اسكندريه. من اسكندريه. صباح الخير يا ام ساره. صباح الخير يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. صباح الفل عليكي. وكل سنه وحضرتك طيبه يا بنت. وانتي طيبه يا حبيبتي. اتفضلي. لو سمحتي انا عايزه شغل في المنزل لو سمحتي. عايزه شغل في المنزل. حاضر. تمام. ايوه عشان ما فيش حد بيصرف عليا وباخد معاه 600 جنيه. طيب حاضر. وانا اساسي كنت خياطه يعني، وبعمل برائع وبعمل بدل عرايس وبعمل كل حاجه والله. طيب حاضر. ده يعني بتعملي حاجه مهمه جدا. طب تابعينا علشان تقدري انت هتستفيدي من مشروع تمكين المرأة. وام ساره يعني خليكي معانا كمان علشان احنا في الاخر هنديكي الرقم التليفون والعنوان اللي تقدري تروحي عليه. تمام. عزة من الشرقية. ايوه يا فندم. ايوه يا عزة اتفضلي. انا خريجة تربية فنية. وكنت رحت قدمت في التدريب من قبل التشغيل في شهر 2/2015 ومليت الطلب ومحدش اتصل بيا، واتصلت بعدها بفترة. المهم ان انا عندي بوجيد حرف يدوية كلها، مشغولات الجلد والحرق وبرضو عملت حاجات في الشغل اليدوي البدوي والاكسسوار حريمي، ويعني الحمد لله عندي حاجات كتير حتى ممكن ادرب كمان، بس ما حدش اتصل بيا ولا حد قال لي حاجه، وانا المنتج اللي بعمله مش عارفه اسوقه. ماشي. ممكن اسال حضرتك، حضرتك بتقولي من 2/2015 مش 2016؟ لا 2000 ساعه التدريب الاماراتي ده اللي كان شغال. وما حدش كلم حضرتك خالص؟ ولا حد كلم. انا كلمتك بعدها مرتين، قالوا هيتحول لوزاره التعليم الفني وهنتصل بيكوا وحاجات زي كده. معلش، هو دي كانت فتره التحويلنا لوزاره اخرى ورجوعنا مره ثانيه لوزاره الصناعه. طيب انا معلش استسمح حضرتك، ناخد رقم تليفون حضرتك واسمك، وهيبقى في تواصل ان شاء الله النهارده مع حضرتك، نشوف الموضوع ليه ما حدش اتصل بحضرتك. ما تقفليش يا عزه.
الستات اللي كلمونا من الشرقيه النهارده كلهم مبدعات وموهوبين، ما ينفعش نسيب المواهب دي يا باشمهندس. نعم. ارجوك يعني. نعم. يعني هنكلمكم اكيد بعد الهوا علشان نتواصل معاكم. ده عزه بتقول ممكن تدرب ناس كمان. تمام. ما شاء الله يعني. طيب نحمده من الشرقيه. لا من القاهره يا فندم. من القاهره، اهلا بيكي. ايوه يا فندم. اتفضلي يا فندم. عليكم. عليكم السلام. أيوة. ورحمه الله. لو سمحتي، انا عندي هوايات اللي هي الحاجات الاشغال اليدويه، دعم النظام اكسسوارات، دعم النظام مثلا ناس خواتم، دعم اكسسوارات حديدي جميله جدا شكل جدا، دعم نظام الصرفات، شغل خرز، شغل الحاجات دي كلها. تمام. ويا ريت يكتبوا مني تاني، يا اما محلي يا اما ان شاء الله كشف، ان اعرف فيه ان التسويق بالنسبه لي صعب جدا. انا مش صغيره، انا عندي 52 سنه. حاضر يا مدام. وكده، ويعني عندي ما يلزم لدرجه، فطبعا ما بقدرش ان انا انزل واخرج وكده، يعني ان انا اسوق الحاجه في البيت. تمام تمام، مفيش مشكله خالص. انا عايز بس اطمن حضرتك ان ممكن جدا المجلس بيساعد في ان احنا نعمل معارض في النوادي، في الجامعات، واللي بيشرف على المعارض واللي بياخد المنتجات من المتدربات بتوعنا هم الجامعات الاهليه، هم اللي بيتولوا هذه المهمه وبيحاسبوا المتدربات بتوعنا بالكامل، ما بياخدوش اي حاجه. ده من نوع من انواع الخدمه ليهم يعني، فنقدر نتواصل معاها وندخلها معانا، لان هي عندها اوريدي منتجات كويسه. ممكن نتواصل معانا وندخلها ان شاء الله في المعارض اللي جاي. طيب لو سمحت بقى يا فندم، احنا عايزين تليفون المركز والعناوين لو سمحت، عشان الناس بس اللي معانا. ونكتب يا جماعه لو سمحتوا على الشاشه كمان، اللي عايز يشتغل سواء من شبابنا الفتيات او الولاد، سواء في قطاع خاص او ياخد حرفه او مهنه يشتغل بيها في البيت او يبقى عنده مشروع صغير خاص بيه، يتوجه الى 2 شارع 164 حدائق المعادي، خلف المحكمه الدستوريه العليا، مبنى مجلس التدريب الصناعي، او يتصل بينا على التليفون 25 29 5300. تمام. ممكن نقول رقم التليفون تاني لو سمحت؟ 25 29 5300. طيب الارقام والعنوان موجوده قدام حضراتكم، اللي عايز يشتغل، اللي عنده حد او يعرف حد او من ذوي الاعاقه في مراكز تدريب، السيدات اللي كلمونا النهارده الجميلات اللي عايزين يشتغلوا وعايزين يعملوا مشاريع داخل المنزل، مش يعني مش هنهمل الموضوع. وباشمهندس محمود الحقيقه عودنا دايما ان هو مش بيهمل اي حد عنده هذه المقدره او الموهبه، فكلكم احنا خدنا كل التليفونات، الناس اللي سابت تليفوناتها، وهنديها لباشمهندس محمود، وهنتابع مع حضراتكم طول الوقت. انا ارجو كمان يا فندم بخصوص السيدات اللي عايزه تشتغل في البيت ان احنا نهتم بيهم، لان دول بيعملوا مشاريع حلوه جدا، بيدربوا ناس وفي نفس الوقت بيعملوا حاجه يعني رائعه. يعني طب القريه اللي حضرتك قلت لي عليها قبل شويه، على اللي بتعمل الكليم او اللي بتعمل مشغولات يدويه من شنط او عبايات او اي حاجه من الحاجات دي، المفروض احنا يعني، ودي حاجه على فكره واجب بقى علينا، ودي الحاجه اللي انا كنت عايزه اقولها في الاخر، في اخر الحلقه النهارده، ده واجب علينا احنا كاعلام ان احنا نروح الاماكن دي نصورها ونشوف الناس دي بتعمل ايه ومحتاجه لايه علشان تقدر تسوق، ونوصلها بالمسؤولين على قد ما نقدر. فدي حاجه احنا ان شاء الله بنتعهد ان احنا هنعملها. وفي النهايه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على ساعه صدرك النهارده. انا متشكر يا فندم جدا والله، انا متشكر على الاستضافه الدائمه لينا يعني. طبعا يا فندم، واستقبالك طبعا لتليفونات الساده المواطنين اللي فعلا عندهم امل كبير في المركز عند حضراتكم وعندهم امل كبير في حضرتك. شكرا يا فندم جدا. بشكرك مره اخرى مهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي بوزاره الصناعه، شكرا مره اخرى يا فندم. وبعتذر للناس اللي ما قدرتش ان هي توصل لنا النهارده، احنا قلنا العناوين، قلنا ارقام التليفونات، تقدروا تتواصلوا معانا في اي وقت على مدار اليوم على صفحتنا على فيسبوك صباح دريم، لو حابين ان انتوا تتواصلوا بقى مع باشمهندس محمود او تاخدوا العنوان وارقام التليفونات مره اخرى. بشكركم لحسن المتابعة، بشكركم لثقتكم فينا. بكرة إن شاء الله هشوفكم 9 صباحا بتوقيت القاهرة، حلقة جديدة وصباحكم